نعمة كبرى علينا. أهلا بكم مجددا. يتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع، بل هو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء أيضا وزير الدفاع، يتلقى البيعة من المواطنين يومي السبت والأحد المقبلين في قصر الحكم في الرياض، كما وجه سموه بأن يستقبل أمراء المناطق المواطنين لتلقي البيعة نيابة عنه للتيسير عليهم. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه نظام الحكم في السعودية وفي كل مرة صلابته وثباته من خلال السلاسة والهدوء في انتقال المناصب العليا في البلاد، وهو أمر امتد طوال الفترة الماضية من تاريخ الدولة السعودية الحديثة. فما هي أسس انتقال الحكم في السعودية؟ وما هي أبرز مواد نظام هيئة البيعة؟ وغيرها من الأسئلة التي سنناقشها مع ضيوفنا من الرياض ولاحقا في جدة. أولا دعونا نجدد البيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين ونبايع سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد على السمع والطاعة. سيكون معنا من الضيوف من استوديوهاتنا في الرياض الدكتور عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى، والأستاذ سلطان البازعي المستشار الإعلامي، وينضم لنا لاحقا من استوديوهاتنا في جدة الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والأستاذ ناصر الشهري مدير تحرير جريدة البلاد وعضو هيئة الصحفيين السعوديين. أيضا سيكون معنا على الفون مجموعة من الشخصيات، من بينهم الدكتور خالد الدخيل والأستاذ فهد عقران رئيس تحرير جريدة المدينة، وأيضا سيكون معنا على الفون من الشخصيات هذه الليلة الأستاذ زيد الفضيل، أيضا ربما يكون معنا. على كل حال دعونا ننتقل إلى العاصمة الرياض وإلى ضيوفنا في الرياض الدكتور الهيجان والأستاذ البازعي. مساكم الله بالخير. أنتم مختلفين أثناء الحديث نظركم للعالم. مساكم الله بالخير دكتور عبد الرحمن. يا مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور. أستاذ سلطان مساك الله بالخير. الله يسلمكم ويبارك فيكم. مساك الله بالخير. السلامة كم سيت. الله حييك. يا هلا بك. هلا دكتور خادم الحرمين الشريفين واجه وفاة اثنين من أهم مساعديه وأركان الدولة، كيف تعلق على مقدرة الملك على تجاوز هاتين المصيبتين، إذا أضفنا إليهما فقده لشقيقته رحمة الله عليها الأميرة صيتة بنت عبد العزيز؟ يعني هذه أعباء إنسانية، ويظل هو إنسان بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها كرئيس دولة. تفضل دكتور عبد الكريم. دكتور عبد الرحمن عفوا. بداية أعتقد أن تفاعل وتحمل مثل هذه المواقف والأزمات هي جزء أساسي من طبيعة القيادة أصلا. يعني أنا أعتقد أن معدن وصناعة القادة تأتي أيضا من خلال التعامل مع الأزمات وإدارتها بطريقة جيدة. نعم. والأمر الثاني، عندما نتحدث عن كيف واجه وتعامل خادم الحرمين الشريفين مع هذه المواقف الثلاثة، أنا أعتقد هو ينتمي إلى أيضا إلى مدرسة كبيرة، مدرسة صناعة القيادة والقادة التي أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي مدرسة قائمة بحد ذاتها، لها سماتها الخاصة، لها قيمها الخاصة، أيضا لها معطياتها الخاصة في تبني الرجال ورعايتهم وتحمل الظروف أيضا وتجاوزها. وبالتالي لا غرابة أن نجد في موقف خادم الحرمين الشريفين أن يتعامل مع هذه الأزمات الثلاثة، وفاة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وولي العهد الأمير نايف
بن عبد العزيز رحمه الله وشقيقته رحمه الله رحمه الله، وكل هذا في أشهر أعتقد أنه تعامل معها كل هذا جميعاً. في أشهر معدودة يا دكتور، وكل هذا في أشهر. نعم بالضبط. أعتقد أن هذا التعامل الذي جامع فيه تجمع منظومة كما ذكرت، منظومة قيمية نحن نعيش تحت قيادة منظومتها القيمية هي قيم إسلامية، يعني تعرف كيف تتعامل مع هذه الأحداث. ومنظومة تقبل القضاء والقدر يا دكتور، خبرة طويلة، تقبل القضاء والقدر للمسلم. نعم هي منظومة إسلامية بالضبط. نعم هي منظومة إسلامية تعرفك القيم، إنك كيف تتعامل مع هذه الأحداث، كيف تتقبلها، وكيف تعرف أن لها أيضا كما لها بداية أيضا لها نهاية، لا يمكن أن تستمر. يعني لابد أن تتعامل مع القادم في المستقبل. وأيضا من نعمة الله على هذا البلد أن قيادة هذا البلد أيضا حوله أيضا مخزن أو مخزون من الرجال والنساء الذين يمكن اللجوء بعد الله إليهم مباشرة في اختيار الصف الآخر والقيادات الأخرى التي يمكن تحمل أو التي تحمل الدور مباشرة. وهذا ما ارتأيناه، يعني لا يوجد عندنا فراغ كما يوجد عند البلدان الأخرى. صحيح. ونأخذ الفترة الطويلة في العمل. لدينا هذا كما ذكرت لك الأرسنال المخزون من آلية واضحة، الآلية واضحة والممارسة الطويلة. نعم الآلية واضحة وآلية واضحة. نعم. وأيضا مجتمع، نعم ومجتمع أيضا داعم ومساند لاختيار خادم الحرمين الشريفين ومتقبل. وأيضا القيادات المختارة أيضا ليست مجهولة بالمناسبة، القيادات التي يتم اختيارها أيضا محل القيادات الراحلة رحمه الله ليست قيادات مجهولة، يعرفها خادم الحرمين الشريفين ويعرفها أيضا المواطن ويعرفها العالم بأجمعه. فهي قيادات لها أيضا رصيدها ولها إرثها في العمل القيادي على المستوى الإداري وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى كافة الصعد التي نتعامل معها. وبالتالي فإن خادم الحرمين الشريفين عندما يتحرك هذه الخطوات يتحرك والحمد لله أيضا يتحرك باطمئنان وثقة في الله ثم جل جلاله، ثم ثقة أيضا في من حوله ممن يختارهم أيضا وممن يدعمونه ويقدمونه المشورة والنصح. وهو دائما حفظه الله يعني في كل اجتماعاته في كل لقاءاته العلنية يطلب يعني تقديم النصح وتقديم المشورة، ودائما يقول لا تبخلوا علي بالمشورة، لا تبخلوا علي بالنصح. صحيح. وأنا خادم لهذه الأمة وخادم لهذا الوطن. وبالتالي فأعتقد أنه جزء من التعامل مع هذه الأزمات يأتي أيضا من مقدرته على التواصل، القدرة القوية في التواصل مع المواطنين وصلابة الشخصية. صلابة الشخصية أستاذ عبد الرحمن، صلابة شخصية الملك يحفظه الله، لا شك في ذلك، كقائد ورجل حمل هذه المسؤوليات وهو على قدر المسؤولية. نعم هو يجمع بين هذه الأشياء، يجمع بين يعني قرار حازم وفي نفسه هو عنده أيضا المرونة، عنده الجانب الإنساني. صحيح. لكن عندما يتطلب الموقف الحزم فهو موجود، عندما نعم يتطلب نعم المرونة فهو موجود، عندما يتطلب الليونة نعم فهو رجل نراه في قوته عندما يتخذ قرار يتعامل مع الأحداث، ونرى الجانب الإنساني عندما نرى شخص يبكي ويتعاطف مع مسكين، ونرى أيضا يمد ويساعد شخص طاعن في السن ويتعامل معه، ونرى أيضا في جميع مناطق المملكة يستمع ويوجه. كل هذه الأبعاد القيادية هي متوفرة لهذا الرجل. وكما ذكرت لك نحن نعيش في منظومة، في مدرسة، لدينا مدرسة صناعة القادة، صناعة القيادة هذه لا تأتي في يوم وليلة، وهي كما ذكرت تمر بتجربة من أيام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. وبالتالي أيضا هذا الإرث أصبح لدينا مدرسة تعلم نتعلم منها جميعا في القيادة، ندرسها في برامجنا، ندرسها في دوراتنا التدريبية، نؤلف منها كتبنا أيضا. نعم. يعني أيضا هي قدوة. بالمناسبة في رحلاتي الخارجية تبع مجلس الشورى ولقاءنا بالقيادات الإدارية في العالم، حتى بعض الدول التي كنا نتعامل بحكم الصداقات بين يعني لجان الصداقة بين المملكة العربية السعودية، لجان الصداقة في مجلس الشورى والدول الأخرى، يحرصون أول شيء مكانة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، هي مكان محل تقدير لدى هذه الدول وقيادتها. صحيح. ولا أعتقد أنهم بحاجة إلى مجاملاتنا. نعم. تماما. نعم. نعرف. نعم. والأمر الثاني يقولون لنا بالحرف الواحد
نحن نحرص ونسعى إلى أن تتقوى علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية لاعتقادنا أنكم عامل توازن في العالم العربي والعالم الإسلامي. لديكم قيادة مستقرة ولديكم قيادة متوازنة ولديكم قيادة متفهمة لأمور العالم وقادرة على أن تقف على مسافة واحدة من الأصدقاء ومن الأعداء حتى في إذا بلغتهم يعني من صحيح. حتى الدول التي نختلف معها وهو اختلاف ربما سياسي تبرره بعض الأحداث ومع ذلك فلا نغمط. لما نسمع يوم الأيام من خادم الحرمين الشريفين يعني الهجوم على بلد آخر كما ذكرنا ودائما يثنون أن لديكم قيادات واعية ما يتكلمون أيضا فقط عن قيادة واحدة وقيادات واعية قادرة على العطاء والتواصل ويستغربون أيضا ويقدرون في نفس الوقت أنه عندما يعني يقدر الله يعني ترحل قيادة مشهورة مثل الأمير سلطان رحمه الله أو الأمير نائب بن عبد العزيز يعجبون للآلية التي يتم فيها الحلال وقوة القرار من خادم الحرمين الشريفين ومرونته والدعم على مستوى الدعم أيضا الدعم السياسي والدعم الاجتماعي والدعم الوطني اللي كله يتضافر والدعم الإعلامي يتضافر مع هذه المعطيات بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين. ونقطة أخيرة يمكن تلاحظ أنه حتى العالم العالم عندما يتعامل ويتفاعل مع أحداثنا في الأزمات لا يتعامل معنا كشخصيات. أنا أعتقد كشخصيات عادية. أنا أعتقد عندما أثبتت عن وفاة الأمير نايف رحمه الله أن الناس عندما تعاملوا مع هذه الشخصية يتعاملون معها حتى خارج البروتوكول وكذلك الحال مع الأمير سلطان رحمه الله تعاملوا معها خارج البروتوكول لا يتعامل معها على مستوى الرؤساء وعلى مستوى أعلى من مجرد القيادات في مستوى الوزراء فحسب. نعم الحديث أستاذ عبد الرحمن ويدركون تماما نعم مستوى الحديث هذه الحديث القيادات. الحديث يطول هذه الليلة ولنا نقاط أخرى سنناقشها إن شاء الله ضمن هذا الحوار. لا شك أنه صبر وصلابة وتحمل المسؤولية لدى القيادة السعودية هو أيضا عامل ودافع للشعب أن يتعلم هذا الدرس في الصبر وفي الصلابة وفي تحمل المسؤولية. أستاذ سلطان البازعي المستشار الإعلامي والصحفي المعروف، ما هي أبرز المرتكزات الأساسية برأيك في عهد الملك عبد الله سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي في ظل هذه المتغيرات اللي شهدناها في الآونة الأخيرة؟ يعني لا شك أستاذ سلامة تعرف أنه الملك عبد الله يحفظه الله بدأ بوضع الأساس للدولة الحديثة كما نتمناها جميعا. الملك عبد الله يعني يرتكز على أسس بدأت من تسلسلها وتطورها من عهد الراحل الملك عبد العزيز ثم الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وكلها مراحل متتابعة، لكن في هذا العصر الذي يضطرم بكثير من المتغيرات لابد من وضع الأساس للدولة الحديثة في المستقبل، دولة المؤسسات. وأعتقد الملك عبد الله بدأ بوضع هذا الأساس. نعم هو كذلك يفعل هذه المؤسسات، وأنا أعتقد التفعيل القائم في مثلا في المؤسسة التشريعية عبر تفعيل دور مجلس الشورى وإعطائه مزيد من الحضور، بتفعيل دور المرأة في الحياة العامة، أيضا وضع أسس لمؤسسات الرقابة والمحاسبة لتأسيس مفاهيم الشفافية في البلاد وفي الإدارة. هذه كلها أسس يمكن أن تنشأ عنها بإذن الله، وهذا ما سيحصل في المستقبل القريب، وجود دولة حديثة قادرة على معايشة العصر وعلى تجاوز الأزمات التي رأيناها تحيط بنا من كل جانب. نعم. وأنا أظن أن هذا هي السمة الكبرى التي سيذكرها التاريخ للملك عبد الله في مستقبل الأيام، ولكننا نعايشها كمواطنين الآن ونتفاعل معها ونعطيها كل ما تحتاجه من دعمنا ومن مساندتنا لقيادتنا في هذا الإطار عبر عملنا كمواطنين، أن نقوم بدورنا أيضا في هذا الإطار بأن نفعل ما يريد الملك عبد الله. كما تعلم بشر من بداية عهده
بالتحول إلى اقتصاد المعرفة وإلى مجتمع المعرفة، وهذا يعني بكل وضوح يعني الاعتماد على الثروة البشرية أكثر من الاعتماد على الثروات المعدنية بناء الإنسان الموجودة، لأنه لا قيمة بناء الإنسان، لا قيمة لأي اقتصاد في واقع الأمر يعتمد على تصدير ثروة محدودة موجودة في باطن الأرض إلا بيتمكن الإنسان من تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومقدار القيمة المضافة التي يعطيها الإنسان تكون قيمة الاقتصاد وقوته، وهذا هو الأساس الذي يعمل عليه. أنت تعرف عندما راهن على إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كمؤسسة أبحاث على مستوى عالمي، كان يعني أن يدفع بالبلاد إلى هذا الاتجاه، إلى أن يكون عنصر البحث وعنصر المعرفة وعنصر قيمة المعرفة والقيمة المضافة التي تأتي من خلال البحث العلمي هي القيمة التي سنرتكز عليها في المستقبل، وهذا المستقبل قريب إن شاء الله. نعم أستاذ سلطان، يعني ومن خلال تجربتك في المجال الإعلامي ما دمنا في هذا الإطار نتحدث، الملك عبد الله اتخذ قرارين من أهم وأخطر القرارات. القرار الأول عندما كان سمو الأمير سلطان رحمة الله عليه يمر بظروف صحية وكان خارج المملكة، وكان الملك يحفظه الله لابد أن يشارك في مؤتمرات خارجية ودولية وأهمها قمة العشرين دول كما تعلمون، فكان لابد من وجود نائب ثاني رغم أنه نظام الحكم ألغى هذا المنصب كنظام أساسي للحكم، لكن عندما الضرورة فرضت هذا الأمر لم يتردد في أن يحسم هذا الأمر وأن يعين المرحوم الأمير نايف رحمة الله عليه نائب ثاني حتى لا يكون هناك فراغ سياسي. الناحية الأخرى سرعة اتخاذ القرار في إعلان ولي العهد بعد وفاة الأمير نايف رحمة الله عليه، يعني قرارين أتصور يعني ينبئون عن شخصية قوية حازمة تدرك قيمة المسؤولية، تدرك أنه هذا القرار سيضمن استقرار وراحة كبيرة للناس، وكأنه يقرأ ما في ذهن الناس يا أستاذ سلطان. سبحان الله، الكل كان يتحدث أنه سلمان يعني بلا أي نقاش، وجاءت سبحان الله كما أراد الشعب. هالنقطة تحديدا. نعم أستاذ سلامة، أولا لابد أن نعيد الأمور إلى أصولها. في الملك عبد الله كان صاحب الرؤية وراء إصدار نظام هيئة البيعة. نظام هيئة البيعة هو يعني المرتكز الأساسي الذي سيحسم مسألة انتقال الحكم في المستقبل، وكثيرون وأعتقد النظام محكم في هذه الزاوية في طريقة اختيار ولي العهد وبالتالي طريقة انتقال الحكم من ملك إلى آخر. الكثيرين رأوا أو اعتقدوا مخطئين أن القرارين الذين أشرت إليهما كان فيهما انتهاك لهذا النظام، في واقع الأمر غير صحيح. أولا أنه قرار الأول في تعيين الراحل الكبير سمو الأمير نايف نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء كما أشرت كان يعني أن هذه المؤسسة الفاعلة هي مؤسسة مجلس الوزراء، كان يجب أن تستمر في استمرار في أداء عملها حتى لو في غياب الرئيس ونائبه، الرئيس مجلس الوزراء اللي هو الملك النائب الثاني أول عهده في حالة في الحالة التي نعم النائب الثاني يستطيع أن يرأس جلسات المجلس صحيح. فبالتالي يمكن استمرار هذه المسألة. المسألة الثانية طبعا الفاجعة الكبيرة اللي كانت في وفاة الأمير نايف بعد أقل من 7 شهور من وفاة الأمير سلطان صحيح. كانت يعني لابد من حسم الأمور وإعطاء درجة من الاطمئنان لكل المواطنين أولا باستمرار العمل، وبالتالي كان لابد من الحسم في اتخاذ هذا القرار. حتى إذا تذكر في الأيام الأولى لوفاة الأمير نايف كان الناس يعتقدون أن هذا القرار قد يتخذ فيما بعد أيام العزاء، نعم، لكن أعتقد كان من المهم حسم هذا الأمور بالنتيجة التي أشرت إليها، الناس كانوا يتوقعونها ويتمنونها في واقع الأمر أن تكون بهذه الصيغة. والنظام نظام هيئة البيعة نفسه يعطي للملك الحق في هذا، لأن النظام سيطبق على الملك الذي يليه،
نعم في حياة الملك، في حياة الملك الله يطيل في عمره في المستقبل. نعم في حياته أتصور، وهذا هو النظام من حق الملك. نعم أن يختار ولي هو صاحب القرار. نعم هو نعم نعم هو صاحب القرار في هذه الحالة، وقد استخدم هذا الحق مع أنه هو صاحب الأساس النظام. نعم أرجع للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، يعني ما الذي يعكسه توافق والتحام الأسرة المالكة حول اختيار الملك عبد الله للأمير سلمان ولي العهد، ومن قبله اختياره للأمير نايف رحمه الله؟ برأيك ما الذي يعكسه هذا؟ أعتقد أنها في بداية حديثك كنت تتحدث عن دولة المؤسسات. نعم نحن نعيش الآن دولة مؤسسات بكل أبعادها، وهيئت منذ تأسيسها. نحن لدينا نظام أساسي للحكم محدد، ونعرف بالضبط ما هو المطلوب من قياداتنا، وما هو مطلوب من مؤسساتنا، وما هي الأدوار المطلوبة أيضا من الوطن والمواطنين في هذا الجانب. هناك أيضا نظام المجلس الوزراء ونظام المناطق والأنظمة الخاصة بالبيعة، النظام الخاص بالبيعة كما ما ذكرت. هذا الجانب كله الآن هو يصب في عملية واحدة، وهي التوافق. هذا صادر من العمل المؤسسات ذاته، ضبط هذه الأنظمة لعملية انتقال العمل القيادي من شخص إلى شخص، والتفريق بين جانبين مهمين جدا، والتفريق بين الجانب العاطفي والجانب العملي تماما. الجانب العاطفي كلنا تأثر بالأحداث، لا شك في ذلك، وانت ذكرت في بداية حديثة انها عبارة عن مصيبة، يعني الموت هو مصيبة بكل الأبعاد. صحيح صحيح، لكن هذا يمثله الجانب العاطفي. لكن الجانب العملي انت بحاجة الى حل هذا الموقف. يعني وجود قرار حاسم وحازم في نفس الوقت، وأيضا محل توافق يتوافق عليه الجميع كما ذكرت أنت أيضا عندما أشرت، وأن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز هو أمر يعني أيضا متوافق ومتوقع من الجميع، يعني ولم يأتي من فراغ. يعني هذه القيادات التي نتحدث عنها هي وليدة تجربة ووليدة صناعة ووليدة عمل، يعني على مر عقود من الزمن الموجودة. وبالتالي فتوافق الأسرة حول هذا القرار، هم يعرفون جيدا يعني حكمة خادم الحرمين الشريفين، وتقديره أيضا لمصلحة الوطن والمواطن، وشعوره بالمسؤولية، الشعور أيضا بالمسؤولية هذا مهم جدا، وإدراكهم أنه هذا ضمانة للاستقرار. يا أستاذ عبد الرحمن يدركون أيضا أنه هذا ضمانة للاستقرار، يعني هو يشعر تماما. نعم. بالضبط، هو يشعر تماما أن الجانب العاطفي في وفاة وخسارة شخصية مثل شخصية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، أو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، الله يرحمه، لا شك أنها تؤثر علينا كثيرا، ولها تأثير وامتداد. وكما ذكر زميلي الأستاذ سلطان بازع، نعم على أن العملية لا تفرق بينها في 7 أشهر، لكن الجانب العملي والجانب المنطقي أيضا يقتضي الحزم والحسم في اتخاذ هذه القرارات. وبالتالي أنا أعتقد أن العزاء مستمر، وكان هناك سلام للمواطنين، وتشرفنا البارحة الثلاثاء أيضا بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، ورأينا الناس تتفاعل في, 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 في الجانبين، تتفاعل مع الجانب العاطفي وتتعامل أيضا وتتفاعل مع الجانب العملي، وترى في ضمانة للاستقرار. صحيح. وضمانة أيضا للاستمرار الرؤية، رؤية خادم الحرمين الشريفين وقيادة هذا البلد. يعني أنت تتكلم عن مشاريع، وكما ذكرت لك أيضا في سؤالك الأول، أنه اليوم قرارنا في المملكة يا أخوان ليس قرار داخلي، لا يعني فقط أن تعيين صاحب السمو الملكي هو قرار يخص المملكة العربية السعودية. نعم نعم، أنا أعتقد أنه يعني الذي يتابع ردود الأفعال العالمية حتى على مستوى الدول الكبرى. صحيح. وتعليقاتها في صحافتها وفي إعلامها فيها أيضا ارتياح كبير. نعم. لأنهم شعروا تماما بأن الأمر حسم، وأن مسيرة هذه القيادة السياسية محسومة ومنتهية. صحيح. وأنها هي استمرار لسياسة سعودية إسلامية عربية عالمية متزنة ومستقرة. فالجميع أيضا يعني يترقب مثل هذا القرار ويقرأ أيضا الأحداث
ويؤثر أنت أيضا في منظومة سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية في جميع أطراف العالم. فالعالم ليس مستعدا لأن يجلس يترى يعني زي ما تقول أنه يتكهن ما الذي سيكون وما الذي سيكون. وبالتالي عندما اتخذ خادم الحرمين الشريفين أنا أعتقد أنه أعطى المؤشر الإيجابي لرساخة ومكانة أول شيء متخذي القرار وهو الأسرة الحاكمة والتوافق السريع في اختيار ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز. ثم بعد ذلك الرسالة التي بعثها سواء للمواطنين في الداخل أو في خارج المملكة العربية السعودية لجميع مجتمعات العالم أن هناك حكومة مستقرة وتوافق أيضا موجود ووطن أيضا موجود واستمرار أيضا. هذا مؤشر آخر صحيح أن المملكة صحيح مستمرة في سياساتها الداخلية والخارجية بنفس النمط الذي هو موجود. نعم وإن تغير نعم الأشخاص لكن تبقى نعم السياسة نعم المملكة العربية السعودية على كافة السعودية واجدة متواجدة. وهذا مرة ثانية يعكس يا أستاذ سلامة ما ذكرت وذكره أيضا زميلي الأخ سلطان أستأذنك أستأذنك تأثير وأثر نعم إدارة المؤسسات. نعم أستأذنك أنتقل للدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقا. مساك الله بالخير يا دكتور محمد. دكتور محمد نعم مساك الله بالخير يا دكتور. لا أعلم أن تابعت حديثنا من بدايته ولا التحقت فينا متأخرا. والله سمعت آخر حديث الأخ سلطان البازعي و أول حديث الدكتور عبد الرحمن هيجان. نعم وتابعت ما طيب سمعته دكتور ومن يعني دكتور من يتلمس أحوال العالم في إطار أوروبا على الأقل وما يحدث في اليونان وفي إسبانيا والضغوط على اليورو وهبوط النفط إلى ما دون 100% وكل هذه الأمور سرعة القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين أيضا ينبئ عن أنه مدرك تماما إلى أنه ربما تكون هناك آثار لا سمح الله على الوضع الاقتصادي داخل المملكة لو تأخر هذا القرار من خلال ما يحدث في العالم. وبالتالي جاء هذا القرار أيضا ليعطي مزيدا من الراحة والاستقرار الاقتصادي وليس فقط الاستقرار السياسي. هو بكل تأكيد الاستقرار السياسي له الأهمية الكبرى على الاستقرار الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي على الطمأنينة لدى كل إنسان في داخل هذا الوطن في الدرجة الأولى. نعم بقدر ما كانت نفوس المواطنين السعوديين مضطربة ومتألمة بوفاة الأمير نايف رحمه الله إلا كانوا أيضا يعني قلقين ماذا سيحدث. طبعا مع أنه الذين يعرفون طبيعة الحكم السعودي طبيعة الأوضاع في المملكة السعودية طبيعة السرعة في اتخاذ القرار لدى القيادة السعودية أن هناك ما يطمئن. ولذا بقدر ما كانت الفاجعة في وفاة الأمير نايف بقدر ما كانت السعادة في سرعة اتخاذ القرار بأن حسم خادم الحرمين الشريفين الأمر واتخذ قراره بتسليم الأمير سلمان العهد وأيضا الفراغ في وزارة الداخلية لسمو الأمير أحمد. هذه حقيقة أعادت إلى النفوس الطمأنينة والارتياح وتخفيف وطأة وفاة الأمير نايف رحمه الله. صحيح. بالنسبة للبيعة دكتور محمد منهجية البيعة القائمة في المملكة العربية السعودية لا شك هناك كثير من النقاط التي يمكن الكشف عنها في هذا الإطار. أنا أعتقد أن الملك عبد الله هو مهندس هذه الهيئة هيئة البيعة وطمأنينة كثيرا صدر بها هذا القرار ووضع هذا النظام وسار في إجماع واتفاق على أن يبدأ التطبيق والتنفيذ من بعد المرحلة التي نعيشها الآن. تسارعت الأحداث يعني بمرض الأمير سلطان رحمه الله ثم وفاته ثم لابد أن يبقى في الأمر
وكان الملك عبد الله وهو المعروف عنه باتخاذ القرار السريع عدم إطالة الأمر لإعطاء مجيد إعطاء تكهنات وكل يقول ما يريد أن يقول. صحيح. فسار حين ذاك بأن أصدر أمره تعيين الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثاني قولي. ورأينا كيف كانت فرحة الناس والتفاف الناس حول هذا القرار. صحيح. تصاعد أحداث وفقدان غالي كبير الأمير نايف رحمه الله رحمة. كان أيضا كنا في قلق أكثر لأن تسارع الأحداث هو أيضا أمر مقلق وفي ظروف صعبة وفي عالم يموجب بالكثير من المشاكل. ما طمأن النفوس هو سرعة القرار أيضا من قبل الملك عبد الله. أنا لا أدري بالضبط يعني هل كان التوافق موجود بين الأسرة الحاكمة وبدليل جمهورية الصحف بالأمس أن كل أركان الأسرة الحاكمة الكبار من أبناء عبد العزيز الجميع أيدوا ووافقوا ودعموا قرار الملك عبد الله واتصلوا بالأمير سلمان وهنؤوه على ما اختاره ولي الأمر الملك عبد الله من أن يكون ولي عهد لهذا الملك. نعم. وصمام أمان لهذا الوطن. نعم. يعني قد يكون كل له أيضا رأي في هذا ولكن لم أسمع رأي مختلف إلا شيء قليل وهذا أيضا يعبر عن وجهة نظره كيف ما يشاء. نعم. إنما الأهم في الأمر يا أخي صالح هو كل من يشاء هو اتخاذ قرار وأيضا جودة اتخاذ القرار يعني حسن اختيار من تم اختياره. صحيح. لهذا الموقع الأمير سلمان معروف على مستوى هذا الوطن. نعم. ما أعتقد أن في ولا أحد ولا مثقف ولا اقتصادي ولا سياسي ولا عالم دين ولا أستاذ في جامعة إلا ما يؤيد ويدعم ويبارك هذا الخطوة بهذا الاختيار أيضا. نعم دكتور. دكتور أستأذنك أنتقل لسعادة رئيس تحرير جريدة المدينة لأنه من خارج المملكة ولا نريد أن نطيل عليه الانتظار أستاذ فهد عجران وأعود لكل ضيوفي بلا شك. أستاذ فهد مساك الله بالخير. يا هلا مساك الله بالخير. أولا شكرا لاستجابتك رغم أنك تتواجد يعني خارج المملكة ونتمنى لك إن شاء الله إقامة سعيدة في أي موقع أنت فيه ونهنئ أنفسنا بعد أن عزينا أنفسنا في وفاة نايف الخير والأمن نهنئ أنفسنا أيضا بولاية العهد لسمو الأمير سلمان وبوزارة الداخلية الأمير أحمد وأطرح السؤال مباشرة برأيك وأنت رئيس التحرير وجود شخصية محبة للوسط الصحافي مثل الأمير سلمان في ولاية العهد كيف سينعكس عليكم أنتم كإعلاميين بشكل عام؟ اولا نبارك لسمو الامير سلطان سلمان ولايه العهد وحقيقه انه قد يكون هذا الاختيار الموفق للبلد ولكل القطاعات وكل الاتجاهات في المملكه العربيه السعوديه سواء كانت سياسيه او الاقتصاديه او الاعلاميه او الثقافيه. نعم. وفي واقع الامر الامير ما يعرف على الامير سلمان حفظه الله أنه قريب من رجال الإعلام ومن المثقفين ودائما ما يتواصل معهم ودائما ما يكون متابع لكل القضايا التي تطرح على الساحة في الجانب الثقافي أو الجانب الإعلامي وأنت كشخصية إعلامية تعلم ذلك أن الأمير سلمان يتواصل مع الصغير صحيح. في المجال الإعلامي وأعتقد أن إضافة كبيرة جدا للمجال الإعلامي وداعم قوي للإعلاميين لأنه يتفهم حاجياته وما يعرف المشاكل اللي يتعرض لها ويعرف كيف يوجههم ويعرف كيف ينتقدهم ويعرف كيف يتواصل معهم فحقيقة أن الأمير سلمان إضافة كبيرة للوسط الإعلامي كما أنه إضافة إلى الجوانب الأخرى يعني سواء الجانب السياسي أو الاقتصادي أو المعرفي أو السياسي الخارجي. نعم. في مؤسسة الحكم إجمالا يعني بورند. نعم نعم يعني له أهمية في مؤسسة الحكم بشكل عام ما في شك هو نعم. رجل دولة من الطراز الأول والأمير سلمان عاصر هذه الدولة من بداياتها وكان بصماته واضحة في كل المجالات ولعلنا لو أخذنا بعض الأمثلة البسيطة لو أخذنا الرياض على سبيل المثال وهي تعتبر أكثر مدينة نموا في العالم
صحيح. وهو من كان يدير هذه المدينة. هذا رقم واحد. اثنين، إذا لو بس طلعنا في خلال 7 أو 8 أشهر الماضية في وزارة الدفاع لمسات الأمير سلمان واضحة جدا في خلال 7 شهور، يعني استطاع أن يحرك أشياء كثيرة ويحاول أن يطور هذا الجهاز وأن يبني على أسس علمية حقيقية. صحيح. وهو مبني في الواقع على أسس علمية، لكن هو يستكمل ما تم. نعم. ويمكن من الإضافات الكبيرة اللي أتوقعها في المستقبل اللي تنعكس على كل جوانب الحياة في المملكة، وهو قضية الالتزام والانتظام عند سمو الأمير سلمان. صحيح. أنه رجل ملتزم جدا، قدوة في الانضباط في دوامه، في نعم نعم، في متابعته للأمور. وأعتقد أن هذا سوف ينعكس على كل مناحي الحياة في المملكة العربية السعودية. صحيح. وقد يظهر هذا في خلال 2 أو 3 شهور هيبان معنا إن شاء الله في كل مرافق الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في داخل المملكة العربية السعودية. نعم. إن شاء الله. أستاذ فهد، يعني غالبا ما يكون هناك علاقة متوترة ما بين المسؤول وما بين الصحافة، بحكم أن الصحافة يعني منبر ناقد ومنبر أو مجهر للمواطن، غالبا ما يتصيد الأخطاء ويركز عليها رغبة في الإصلاح. كيف استطاع الأمير سلمان أن يعني يحقق أواصر هذه الصداقة المتميزة مع الصحفيين كمسؤول مهم في الدولة؟ يعني نادرا ما تجد صديق للصحفي وخاصة من المسؤولين. هذا كلام صحيح. أي. هذا كلام صحيح. وأنا يعني يمكن وهذا أحد الأسباب الرئيسية تجعل من الأمير سلمان أنه يعني يوازن في هذه المعادلة بين التعامل مع الإعلاميين، يمكن قربه من الإعلام، هذا رقم واحد. اثنين، تعامله وثقافته العالية، اطلاعه. الشيء الأهم أنه هو يقرأ بنفسه وهو قارئ بنفسه. يعني من الساعة، أنا أكد لك في أكثر من مناسبة حصلت معي، كان يسألني، التقيت فيه في أكثر مناسبة في حدود 8 كانت المناسبة أو 8:30، يسألني هل قريت جريدتك؟ هو قرأ الجريدة قبل ما أنا أقراها، وهذا شيء عجيب. يعني أنه يصحى من الفجر ويطلع على كل الصحف ويطلع على كل ما ينشر. أي. فهذا يعني من النادر أنك تلاقي مسؤول يطلع بنفسه، لا يعتمد على وكالة يقولون. يا أستاذ فهد، أضيف لك نقطة أخرى. يعني سر أنه من أكثر المدافعين عن الصحفيين هو الأمير سلمان. يعني في أكثر من مناسبة كان الوزراء ينتقدوا الصحافة وتعاملها مع بعض الوزارات، وكان هو من يدافع عن الصحافة. نعم. ويطالبهم بأن يكون لهم متحدثين، يكون لهم أن يتجاوبوا مع الإعلام، وهذا يعني يقرب الإعلاميين منه أكثر، بالإضافة إلى أنه هو قريب في الأصل منهم. هذا صحيح، هذا صحيح. أنا أنتقل الآن إلى فاصل، ثم نواصل حلقتنا وضيوفنا يبقون معنا لو تكرموا. في ظرف 7 أشهر فقد الوطن وفقد خادم الحرمين الشريفين رجلين بذلا الكثير في خدمة وطنهما وأمتهما. ففي 22 أكتوبر 2011 أعلن الديوان الملكي وفاة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. وفي مطلع الأسبوع الحالي نعى خادم الحرمين الشريفين أخاه ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. ورغم هذين الحدثين الحزينين، إلا أن خادم الحرمين الشريفين وبثقة المؤمن بقدر الله لازال يواصل عطاءه للوطن وللأمة صابرا محتسبا، ومن خلفه أبناء المملكة الذين يرون فيه الأب والقائد والرمز. نتابع المزيد من التفاصيل مع هذا التقرير للزميل محمد الحبيب. تمر الدول بمصاعب عدة حين تفقد قائد، بل وأحيانا يتشتت النظام. فهذه الصورة تعبر عن تماسك حقيقي بين المواطنين والقادة في هذا الوطن.
ورغم الفواجع التي مر بها مليكنا الغالي خلال عام واحد بفقد سلطان وسيتا ونايف وقماش، إلا أنه يبقى صامدا وصابرا خادما للحرمين وهذا الوطن وأبنائه، ليبادله الشعب الوفاء ويقف معه عند العزاء. ولا يدل على أكثر من ذلك سوى وقفة الشعب السعودي بجانب الملك، ففي كل مرة نفقد فيها قائد يكون الشعب أول المعزين منذ عهد الملك عبد العزيز. فهذه الصور الموجودة مثلا هي من وفاة الملك فيصل رحمه الله، ويظهر فيها توديع المواطنين لملكهم، ويزيدنا فخرا ما تجسد في هذه الصور عن حب بعضهم البعض وتلاحم الشعب مع القادة. وتحكي الصور أيضا ملاحم الحب المتبادلة بين ولاة الأمر والمواطنين لتلجم أي عداء للسعودية في تماسكهم وتلاحمهم، والتي تزيد السعودية هيبة واحتراما في كل دول العالم. أهلا بكم مجددا، وشكرا لزميل محمد الحبيب على هذا التقرير. رغم المتغيرات التي عصفت بالمنطقة خلال العامين الماضيين، ورغم شعور منصب حساس مثل منصب ولي العهد، وفي وقت متقارب لأن السعودية تجاوزت هذه الصعوبات، هذا الأمر أناقشه مع الأستاذ عبد الرحمن الهيجان، عضو مجلس الشورى في الرياض. أستاذ عبد الرحمن، مساء الخير مجددا. أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى، إذا كان لا يزال معنا. نعم معك. يعني نعم أنا معك. نعم، تحدثت عن المتغيرات اللي عصفت بالمنطقة واللي كلنا تابعناها بلا شك في العامين المنصرمين، وما سمي بالربيع العربي، والمملكة الحمد لله بمنأى عن كل هذه الأحداث التي حصلت بحكم الاستقرار وبحكم الولاء الصادق وبحكم العلاقة المتقاربة والخصوصية في هذه العلاقة بين الشعب السعودي وبين القيادة. برأيك يعني هل هذا فقط هو العامل الذي أدى إلى هذه النتيجة، أم أن هناك أيضا عوامل أخرى؟ طبعا أنا أعتقد أنه استمرارا لطرحك في إبراز يعني قضية التلاحم وأيضا صلابة القرار وحسميته فيما يتعلق باختيار ولي العهد وأيضا اختيار وزير الداخلية، أعتقد أن كلا القرارين يعني لهما تأثير قوي في مسيرة العمل السياسي واستقرار البلد. لكن ما أود التأكيد أيضا عليه هنا هو أنه كما ذكرت أنت في معطيات العالم العربي وما يموج به الآن، لكن حتى في مثل هذه الأحداث لا يشعر المواطن السعودي ولا يتعرض لما تتعرض له الدول الأخرى من خلل في حياته العادية. نحن على سبيل المثال في مثل هذه الأحداث كثير من الدول كثيرا ما تلجأ إلى حالات الطوارئ وحظر التجول والتشديد على المواطن والتأزيم العمل. هذا لم يحصل تماما ولم يشعر فيه المواطنون تماما، حياتهم العادية مستمرة. حياتنا أيضا بكافة أبعادها الاجتماعية والخدمية والسياسية أيضا متواصلة ولا جديد فيه. والنهج الإصلاحي متواصل يا أستاذ عبد الرحمن. تماماً. المنهج الإصلاحي كان متواصل أيضا. والنهج أيضا الإصلاحي. يعني لم يكن هناك مبرر. متواصل أيضا. نعم. وعلى أيضا في نقطة يا أخي، إحنا أيضا ليست قراراتنا هي ردود أفعال. يعني لا نتخذ قراراتنا لمجرد ردة فعل. أيضا لدينا منهجنا في التعامل مع الأزمات. أنا يعني أعرف تماما
أن لدينا بدائل وخيارات وأطروحات متعددة للتعامل مع أي حدث يمر في المملكة العربية السعودية. وأثبتت أيضا تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز في منصبه كولي للعهد وتعيين صاحب السمو الملكي أيضا أحمد بن عبد العزيز وزير للداخلية أن فعلا لدينا معطياتنا في التعامل مع الأحداث، وأننا ليست مقررة هي ردود أفعال لكل حدث، وإنما قرارات مدروسة ومعروفة ونستطيع التعامل معها. أيضا ودي أؤكد على جانب آخر، وهو أن عندما تم تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي للعهد، نحن نعرف أن سلمان بن عبد العزيز يعني تجربته الطويلة كأمير لمنطقة الرياض، لكن جميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يشعرون أن سلمان ليس لمنطقة الرياض لحالها، وإنما هو أمير في مناطق المملكة، معروف لدى جميع مناطق المملكة. وبالتالي لما يتعين كولي للعهد ليس مفاجأة يعني حقيقة بشخصيته وصلاته واتصالاته مع جميع أطياف المجتمع في جميع بقاع المملكة العربية السعودية، ليس شخصية غريبة على هؤلاء المواطنين، وإنما شخصية هي متواجدة في كل هذه الأرجاء. أستاذ عبد الرحمن أستأذنك، ودي أيضا أن أؤكد أنه أستاذ عبد الرحمن أستأذنك وأنت تتحدث عن الرياض، وثم نكمل معك بقية النقاط في أن أخذ الأستاذ أحمد الحمدان المستشار المالي السابق في وزارة المالية. أستاذ أحمد مساك الله بالخير. أستاذ أحمد أهلا مرحبا، حياك الله أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أحمد، يعني نتحدث عن ولي العهد عن سلمان بن عبد العزيز، وضيوفي تناولوا جانب من جوانب شخصية هذا الرجل وهو الرياض، الجانب الاقتصادي فيما أنجز في الرياض على يد هذا الفارس، فارس الرياض أم المدائن التي تحولت من 2 أو 3 كيلومتر إلى أكثر من 80 كيلومتر، ما الذي يمكن أن يقال في هذا الجانب؟ والله يا سيدي، أولا بالنسبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز فهو يعني يمتاز بميزة يعني وهي الثقافة، أقدر أقول الرجل المثقف، فالمثقف له مزايا في المجتمع. سلمان بن عبد العزيز كما تحدث على الأخوان وسمعت جزء من الحديث، أنه عنده شمولية في المملكة ليس بالرياض فقط، يعني الرياض تطورت فعلا في عهده وتوسعت، وهذا دايما المدن الكبيرة يعني، لكن سلمان بن عبد العزيز أكبر من كذا بكثير على مدينة أو تطورها وكذا. سلمان بن عبد العزيز يعني حاكم، رجل ذو خبرة، رجل عنده بصيرة في التحكم في حل المشاكل سواء العائلية وما تخص الأسرة أو ما يخص المجتمع، رجل متمرس في الحكم، صاحب عدة ملوك، فهذه لا شك لها مدلولاتها ولها إن شاء الله تأثيرها، يعني سوف في هذا المنصب يثري العمل الداخلي والخارجي وسمعة المملكة. سلمان بن عبد العزيز إن أردته في التاريخ فهو مؤرخ، إن أردته في ثقافة متعددة، إن أردته في شؤون الداخلية، إنساب في القبائل، رجل متعدد المواهب. أعود لرئيس تحرير جريدة المدينة الأستاذ فهد عقران، إذا كان لا يزال معي دكتور فهد. دكتور فهد، هلا دكتور، معك. هلا. نعم، في الجانب التنموي في شخصية الأمير سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولي العهد من خلال ما أنجز في الرياض، يعني كيف تتوقع أن تقفز الحركة التنموية في كل مناطق المملكة وهو الآن ولي للعهد؟ لو أخذنا الرياض كما ذكرت كنموذج على النمو اللي حصل فيها والمضطرد، وصارت أكثر مدينة نموا في الفترة الأخيرة أو تطورا في الفترة الأخيرة، أنا أعتقد أن انعكاسات التنمية هتكون عالية جدا في جميع مناطق المملكة، وقد يكون الأسباب الرئيسية وراء ذلك أولا شخصية الأمير سلمان،
اثنين الانضباطية عند الأمير سلمان، وأنا أعتقد أنه يستطيع بانضباطيته أن 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 يجعل من جميع الوزارات المسؤول عن التنمية أن تكون يعني أنت تعمل ألف حساب لكل مشروع أو كل تصريح تقوم فيه، لأنها تعرف أن هناك الشخص المتابع لكل ما يتم في فيما يخص التنمية. الأمير سلمان من رجال القلائل في المملكة أو من الشخصيات القيادية القلائل اللي هو يعمل بمنهج علمي وعنده جهاز متابعة قوي جدا، وأعتقد وهذا المأمول وهذا المتوقع من الجميع لو رصدت كل التوقعات في الشارع أو من القادة أو من الخبراء يعتقدوا أنه يكون هناك نوع من التنمية السريعة في كل مدن المملكة. وأعتقد أنه يبان في خلال يعني فترة وجيزة، لأن سلمان من الشخصيات الذي يعمل ويعمل بصدق ويعمل بإخلاص، فأعتقد ذلك راح ينعكس وهذا المأمول على كل مناحي الحياة في المملكة العربية السعودية ومنها التنمية. دكتور فهد، يعني أنتم الصحفيون لا شك عندما يكون رجل الدولة الثاني قارئ بالدرجة الأولى، وليس مجرد قارئ بل يعقب أيضا على كثير من الكتاب والمقالات، يعني هذا لا يعطيكم أيضا مزيد من تلمس الخطى والإحساس بالمسؤولية أكثر، وأن الأمور الآن مثل ما يقولون يعني خلاص الرجل الثاني الآن أنتم تحت نظره مباشرة؟ هذا كلام صحيح، ولكن سمو الأمير سلمان هو في الحكم وصاحب قرار من سنين طويلة جدا ومتابع، وبالعكس أنا أعتقد أن أي إعلامي صادق ومخلص لبلده أنه يكون يعني سعيد جدا بهذه الخطوة، وسعيد أن الأمير سلمان هو من يتابع لأنه بيكون سند لكم، سيكون سند لأنه متفهم لطبيعة عملكم. هذا كلام صحيح. وأنت تحتاج من يكون داعما لك ومن يفهم طبيعة العمل الإعلامي، وأنت تعلم ذلك. صحيح صحيح. أعود للدكتور محمد آل زلفة. دكتور مساك الله بالخير مجددا. دكتور محمد. اي نعم نعم تفضل. حياك الله يا دكتور. يعني الدكتور، سلاسة انتقال الحكم وتولي الأمير سلمان منصب ولي العهد أيضا هذا يعكس استقرار داخل مؤسسة الحكم نفسها، داخل الأسرة الحاكمة، داخل أبناء عبد العزيز وكل من هم في هيئة البيعة. يعني أيضا هذا مؤشر مهم جدا للشعب السعودي ولمن يتابع المملكة العربية السعودية بأن من أراد بها أذى أو شرا فلن يفرح، لأن الاستقرار ولأن التفاهم ولأن المحبة هي السائدة. شو سيدي، الأسرة السعودية منذ عهد المؤسس رحمه الله وهي تمثل أو تقوم بمشروع عظيم لم تشهد له الجزيرة العربية مثيل، وهو وحدة أو توحيد هذه الأرض وتعويض إنسان هذه الأرض من حالات التشرذم الذي كان يعيشها ومن الصراعات القبلية والمناطقية والفقر والجهل. في تقريركم ذكرتم أن الملك عبد الله تعرض لكثير من المواجع حينما فقد الأمير سلطان ثم الأمير نايف ثم أيضا شقيقة التي كان يكون له احترام والحب كبير، والشعب السعودي أيضا، والشعب السعودي يا دكتور أيضا أحس بذات الوجع يعني. وبكل تأكيد أنا أتذكر أن الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1918 فقد ساعده الأيمن في ذلك الزمن وهو في ذروة توحيد البلاد، فقد الأمير التركي بن عبد العزيز وفقد زوجة الجوهرة بنت بجلوي التي كانت النبراس الذي يرى من خلال طموح تلك الأميرة تحقيق الأمل والطموح. فقد أيضا أمير آخر يعني ابن فهد الأول في غضون شهر واحد تقريبا. دكتور محمد. نعم دكتور محمد، يعني دعنا نعمل مقاربة بين ما حدث في عهد الملك عبد العزيز واللي انت ذكرته رحمة الله عليه وعلى كل من توفوا، وفجيعة الملك عبد الله في شقيقته وفي إخوته، وفجيعة الأمير سلمان ولي العهد في أبنائه في سنتين متتاليتين.
هذا الصبر وهذه القدرة على التحمل وهذا الإيمان والاحتساب وهذا التقارب بين الشخصيات أيضا أليس مؤشر للإطمئنان بقوتها الشخصية وبقدرتها على مواجهة كل الصعاب؟ هذا ما قصدته يا أخي سلامة، أن نعم. المقارنة بين هؤلاء الكبار، هؤلاء كلهم أبناء ذلك الرجل الكبير العظيم في تلك الظروف الصعبة الذي لم تحل دون يعني لم تحد أحزانه في أقرب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه كما ذكر كل المؤرخين الذين عرفوا تلك الفترة. نعم. بل استمر في مشروع ولم يؤثر فيه ذلك تلك الأحداث في مسيرته. الملك عبد الله اعتقد فعلا انه ممن تعرض لنفس الظروف في فتره وجيزه يفقد اناس غاليين عليه، شركاء له في السلطه، مساندين له في القرار، ثم فجاه يحدث ما حدث، لكن نجده شامخ قوي ظهور صلب امام هذا ويتخذ قراراته، قراره الاول حينما اختار الامير نايف ولي العهد ونائب الثاني، قرار حينما اتخذ وبالسرعة الممكنة وقطع دابر كل من يحاول أن يأول ولا يقول شيء. إذا السعودية قد تضطرب الأمور عليها أو قد تتأثر بهذه الأحداث المتسارعة وليس لديهم القدرة على اتخاذ القرار، هذا الرجل العظيم العملاق في زمن متغير وخطير جدا يتخذ قراراته، والعظمة أيضا تجير للشعب السعودي الذي كان سندا قويا متجاوبا كما ذكر الدكتور عبد الرحمن هيجان. كلنا بالأمس كنا في قصر السلام، تتصور جدا لا تجد موقع غرفة في فندق أو في المفروشة يعني ملأ جدا كلها ملأ بالسعوديين من كل أكثر المملكة جاءوا ليكونوا سندا للملك ودون أن يدفعهم أحد يا دكتور. يعني في دول أخرى أبداً في دول الأخرى المخابرات غالبا تلعب أدوار يعني خلفية في هذه الأمور لإيهام الناس بأنه هذه مظاهرة لصالح الزعيم أو هذه صور الزعيم أو مبايعة الزعيم. لدينا بعفوية وبمحبة وبصدق ولا أحد يدفعهم إلى هذا الأمر. هذا كلام جميل يا أخي سلامة، وهذا المقارنات الجميلة بين ما تشهده بلادنا صحيح. وخاصة في الظروف الصعبة وحينما تصاب بمثل هذه الظروف نجد أنه التفاف الشعب حول القيادة صحيح. وسرعة القيادة في اتخاذ القرار المناسب للأمة وللشعب، هذه ظاهرة لا تجدها بسهولة في بلد في بلد مثل هذا البلد. تعرف المملكة العربية السعودية يا أخي، بعض الأخوان في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي ولا الذين لا يعرفون، بعضهم لا يعتقد أن المملكة هي الرياض ومكة والمدينة وجدة، لا يدرون أنها قارة مترامية. بالأمس وجدت أبناء تبوك وأبناء عرعر وأبناء حائل وأبناء الجوف وأبناء نجران وجهتان ومنطقة عسير والباحة وكل والقرقية القطيف والأحساء وكل المناطق المملكة. يعني أخذتها من فمي يا دكتور. بعضهم ربما استلف قيمة التذكرة وليلة الإقامة اللي بيقيمها وجاء بكل هذا الحب اللي يحمله والولاء. هذا صحيح، ولذلك هنيئا للقيادة بهذا الشعب وهنيئا لهذا الشعب بهذه القيادة. وأنا أشكرك القيادة. نعم دكتور، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى سابقا، وأشكر الدكتور فهد بن عقران رئيس تحرير جريدة المدينة، ويبقى ضيوفنا معنا في استوديوهاتنا أيضا، وأشكر الأستاذ أحمد الحمدان المستشار المالي في وزارة المالية. يبقى ضيوفنا في الرياض وفي جدة في استوديوهاتنا معنا. فاصل ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. We'll be right back.
لقرابة النصف قرن تولى الأمير سلمان بن عبد العزيز إمارة منطقة الرياض ليحولها من بلدة صغيرة إلى مدينة عصرية تمتد مساحتها لأكثر من 100 كيلومتر طولا و100 كيلومتر عرضا محتضنة أكثر من 5 ملايين نسمة. وكان وراء هذه الإنجازات الضخمة عقلية إدارية مميزة سخرت كل إمكانياتها لخدمة الرياض وأهلها. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل المتميز أيضا صبري باجسير الذي يقدم قراءة في عقلية الأمير سلمان الإدارية. ترحيبا واسعا وصلت أصداءه من كل مكان بعد اختيار خادم الحرمين الشريفين للأمير سلمان بن عبد العزيز لولاية العهد كأحد رجال الدولة السعودية الكبار الذين تميزوا في مجال الحكم والإدارة والتنمية والعمل الخيري حتى غدا نموذجا لرجل الدولة القادر على تحمل المسؤوليات العظام بعد مسيرة حافلة تجاوزت 50 عاما. ما في شك أن الأمير سلمان شخصية قيادية وتحكمت أو شكلت شخصيته وتشكلت شخصيته من عدد من الملامح أبرزها وضوح الرؤية والتخطيط الاستراتيجي، وهذه هذين الأمرين لم يكونا ليتأتيا في شخصية الأمير سلمان بن عبد العزيز لولا إدراك استخدامه وإدراكه لأهمية القراءة الواعية، هذا أولا، ثم استخدامه لأسلوب إدارة العمل بالشراكة. الأمير سلمان صاحب توازنات، يوازن بين العلماء ورجال الدين، ويوازن بين الليبراليين، ويوازن بين الشباب، ويوازن بين الشيوخ، ويوازن بين كل ذلك، بالإضافة إلى أن له معرفة استراتيجية بالاستراتيجية العالمية. لا يمكن أحد يفهم السياسة إذا ما كان يعرف استراتيجية الدول الأخرى فيتعامل معها من خلالها. عرف عن الأمير سلمان الحزم والحنكة وبعد النظر والأداء المتفوق، كما اشتهر بالانضباط والدقة والتقصي والبحث قبل اتخاذ القرارات، حتى أن الكثير من ساسة العالم اعترفوا بقدراته الإدارية والشخصية والتي كان من ثمارها تحويل الرياض إلى واحدة من أسرع مدن العالم نموا بعد أن وصل عدد سكانها إلى أكثر من 5 ملايين نسمة. استطاع أن يحول مدينة الرياض كما ذكرت إلى مدينة عالمية ومتحف مفتوح كما يقال، واليوم مدينة الرياض بنهضتها، واليوم مدينة الرياض بتطورها على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، تعد من أبرز عواصم العالم ومن أكبر كذلك عواصم العالم. كانت المدينة لا تتجاوز كيلو في كيلو، اليوم نحن نتحدث عن قطر هذه المدينة 100 كيلو تقريبا. كانت الرياض كما كنا نعهدها في الماضي عبارة عن مدينة صغيرة أقرب إلى القرية من المدينة حينما استلمها. شارع الوزير لم يكن فيه إلا عمارة واحدة والباقي كله طبعا الشارع ذا. حدود الرياض كانت يعني لا تزيد عن كيلو في كيلو، الآن أكبر من واشنطن مدينة الرياض وأكبر من كثير من العواصم الكبرى في العالم. ليس هذا إلا غيظ من فيض، فسلمان بن عبد العزيز الأمير والحكيم والقيادي الإنسان هو رجل المهمات العظيمة بل وأحد أهم أركان الدولة السعودية. لبرنامج يا هلا، صبري بايشسير، جدة. عدنا مجددا، أهلا بكم أيها الأحبة، وشكرا للزميل صبري بايشسير على هذا التقرير الجميل، والذي أيضا كان ضمن هذا التقرير ضيفنا الدكتور أنور عشقي. مساك الله بالخير يا دكتور. الله مسيك بالخير، أهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور. دكتور يعني يحرص الله يسلم يحرص الملوك كما تعلم وأولياء العهد طوال تاريخ المملكة الحديث على تلقي البيعة من المواطنين بشكل مباشر. هذا الأمر أكيد له دلالات، يعني من خلال الحرص على المشاركة الشعبية. كيف لك أن تحدثنا عن هذا الأمر وأنت الخبير الاستراتيجي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل وسلم. هذه البيعة هي جزء من النظام الإسلامي، وهذا النظام الإسلامي بدأ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نبي، لكن أبو بكر الصديق كان خليفة. أبو بكر الصديق أخذ البيعة في سقيفة بني ساعدة، وهذه هي البيعة الصغرى، ثم أخذ البيعة الكبرى وهي في المسجد النبوي. نعم. والآن هذا الأمر يسير كجزء من العلوم السياسية في العالم في التاريخ الإسلامي، وهذه البيعة تعني أنها موافقة وتأييد والتزام طبعا بطاعة ولاة الأمر فيما طبعا فيه عدالة وفيما يرضي الله عز وجل. فإذا معناها أن هذه موافقة ومبايعة، والبيعة جزء من الإسلام، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، والحقيقة والحمد لله أنها الآن يعني حية لا تزال في المملكة العربية السعودية. وهذه يعني أنها دعم شعبي وتأييد شعبي، لأن الحكم ليس فقط الملك وحده، إنما كل إنسان في المملكة مسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فمعناها أن كل إنسان أصبحت في عنقه بيعة، هذه البيعة معناها أننا نعمل لخدمة كتاب الله وسنة رسوله وطاعة ولاة الأمر فيما يرضي الله عز وجل وفيما يحقق العدالة للجميع. نعم دكتور، ونحن نتحدث عن هذا الجانب، جانب الاستراتيجية، لابد أن نعرج على هيئة البيعة اللي أيضا من عطايا ومن إنجازات خادم الحرمين الشريفين بلا شك. هيئة البيعة اللي تأسست في سنوات أخيرة من عهد خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه الملك فهد، كما هو نظام الحكم أيضا، وكما هي مجلس الشورى ونظام المناطق، أمور كثيرة يعني أنجزت. الملك عبد الله فعل هذه الأنظمة وأظهرها للعلن، وبدأ الناس يعني يتفهمونها أكثر، وإن كان بعضهم تساءل بعد صدور توجيه خادم الحرمين مرسوم تعيين الأمير سلمان ولي العهد، إنه يعني هل اجتمعت هيئة البيعة واتفقت على ذلك، وبدأوا يدققون في نظام هيئة البيعة، واكتشفوا إنه من حق ولي الأمر أن يختار ولي العهد ما دام هو على قيد الحياة طال الله في عمره. نظام هيئة البيعة كيف تراك ضمانة لاستقرار الحكم؟ طبعا لا شك بأننا في المملكة العربية السعودية نتطور دائما، فهذا التطور هو من أسرار بقاء المملكة العربية السعودية ونهضتها. فالمملكة العربية السعودية في البداية حينما وحد الملك عبد العزيز رحمه الله كل أنحاء الجزيرة العربية، الملك عبد العزيز وحدهم على عقيدة واحدة وعلى قيادة واحدة. لكن لما استتب الأمر وبدأ الأبناء يعني أبناء المملكة العربية السعودية يتعلمون ويبتعثون وجاءوا بأفكار جديدة وتطورت المملكة واتسعت مساحة الشعب السعودي، بدأ هناك التغيير، تحولت الطاعة من الأمر من الشخص إلى السيستم. فجاء الملك فهد وعمل نظام الحكم، وهذا نظام الحكم يشارك فيه الشعب، يشارك فيه الخبراء، يشارك فيه الصفوة. الآن حينما تواجهت المملكة ظرفا في عملية نقل الحكم بسلاسة، وجد الملك عبد الله أنه لابد أن يكون هناك نظام للبيعة يتفق الجميع، بحيث أن القاعدة الشرعية أن من يمسك الحكم يجب أن يتسم باثنين، الكفاءة والإخلاص. فإذا السن ليست هي الأساس، السن جزء، ولكن الأساس هو الكفاءة والإخلاص، وهذا ما ورد في القرآن الكريم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلهذا يختار من هو كفء ومن هو مخلص، فلهذا الكفاءة والإخلاص ضرورية. والعجيب في الأمر أن جميع الأسرة متفقة على هذا الكلام، ومتفقة على ما طبعا نص عليه. المرة دي يعني أحيانا أو المرة هذه إذا كان هناك فراغ استراتيجي بموت عظيم مثل الملك الأمير نايف رحمه الله، فهذا الفراغ الاستراتيجي في هذه الظروف الحرجة التي تلم بالأمة العربية والإسلامية لابد أن يتخذ قرار استراتيجي، حتى لو لم يرجع فيه ولي الأمر إلى البيعة، ولكن يرجع إلى هيئة البيعة فيما بعد.
فبالفعل اتخذ خادم الحرمين الشريفين هذا القرار الاستراتيجي بسرعة تماما، كما هو موجود في كل دول العالم الكبرى، حينما تحدث أزمة أو حرب يتخذ القائد قرار استراتيجي دون الرجوع الكونغرس ودون الرجوع لأي أحد، وبعد ذلك يتم تصويب هذا الأمر. نعم. فخادم الحرمين الشريفين بسرعة اتخذ هذا القرار، وهذا يعتبر إنجاز استراتيجي سيسجل لخادم الحرمين الشريفين. نعم نعم. أعود للجانب الإعلامي، الجانب الثقافي في شخص ولي العهد الأمير سلمان. أعود للأستاذ سلطان البازعي. سلطان، لازلت معنا سلطان؟ لأن هذا الجانب يعني أتمنى أن يشاركنا فيه أيضا الأستاذ ناصر الشهري، مدير تحرير جريدة البلاد وعضو هيئة الصحفيين السعوديين. أيضا هذه النقطة بحكم يعني التخصص، بحكم عملهما في الإعلام. أستاذ سلطان معي؟ معك أخ سلامة. أي عذرا يعني أنا أطل... الجانب هذا الجانب نعم عذرا ان نعم. اطلنا يعني العودة لك شخصية الامير سلمان. لا لا بكل سرورة، انا مستمتع بحديث كل الزملاء اللي شكرا. الله يحفظك. الامير سلمان يعني علاقته بالصحفيين كبيرة جدا، وانا لا يعني لن استغرب ان كل صحفي عمل في الصحافة له قصة او اكثر مع الامير سلمان. انا ابي قصصك انت مع الامير سلمان يا سلطان. سأشير الى حادثة نعم أنا سأشير إلى حادثة الحقيقة نعم. تبين شخصية الأمير سلمان نعم. علاقته بالعمل الإعلامي وفهمه للعمل الإعلامي وفهمه لدور الإعلام. هذه القصة حدثت أثناء تولي يعني تكليفي برئاسة تحرير صحيفة اليوم. في أحد الزملاء الكتاب، لن أذكر أسماء لأنهم كلهم موجودين ولست بحل إذا ذكرت الأسماء، كتب مقال في عموده ينتقد أحد الخدمات المقدمة للمواطنين. الوزير المعني بهذه الخدمة لم يعجبه هذا المقال، واستعدى علينا وزارة الإعلام في ذلك الوقت، وبتهمة أن هذا المقال يمس بهيبة الدولة. وفعلا صدر قرار من وزير الإعلام بإيقاف الكاتب عن الكتابة، ورغم محاولاتي لشرح هذه المسألة للوزيرين. هل كان يمس فعلا هيبة الدولة؟ يعني لا تتخيل أنه كان هذا الموضوع يتعلق بخدمة بسيطة جدا، تعتبر الآن من أبسط الخدمات اللي تقدم في بشكل تجاري حتى. يمكن الوزير كان على رأسه بطحة يعني، لكن الأمر يعني وانتو يعني حركتوا الأمور. يعني هذا قد يكون هذا هذه الحال. نعم. لكن الحقيقة أنا استعنت بالأمير سلمان للتوسط، على الرغم تعرف أنه ليس المسؤول الإداري المباشر، لكني كنت أعرف علاقته وأردت استشارته وتوسيطه في الموضوع وفهمه الحقيقي، فهمه الحقيقي لما يكتب، يعني يفهم ما نعم. يكتب بالشكل الصحيح. نعم أنا التفاصيل ستكون مدهشة لك سلامة. طلبت موعد معه بدون أن أحدد ما هو موضوع المقابلة. نعم. وفعلا أول ما دخلت عليه في مكتبه وقال لي ما هي أخباركم مع الوزير الفلاني مباشرة، وكأنه قرأ أنني أتيت نعم. لمناقشة هذه الله القضية. الله ما أروع سلمان. وبعد أن اطلع على التفاصيل قال لي بالحرف الواحد: يا أخ سلطان، مشكلتكم أو مشكلة المثقفين أنه قبل أن يتولى المسؤولية فهو يريد أن يناقش السلطة، ويريد أن يشارك في صنع القرار، ويريد أن ينتقد، ويريد جميل. أن يفعل نعم. لكنه بمجرد أن يتولى السلطة يصبح هو المشكلة، يصبح هو السلطة، يتحسس من النقد، يمنع الآخرين من نقد ما يفعل. أي. نعم. وقال لي أيضا بالحرف الواحد، قال أن الصحافة مسؤوليتها هي النقد نعم. النقد الصحيح المبني على معلومات، والحدود التي لا نسمح بها هي ما يمس العقيدة أو ما يمس استقرار النظام السياسي، ما تحدون هذين الخطين اكتبوا ما شئتم.
بشرط أن تكونوا موثقين ما تكتبون. يا ريت الوزراء يسمعون الآن يا سلطان. إنه سلطان ليت الوزراء يسمعون هذا التوجيه من سلمان المدرسة الحقيقية ولي العهد. سمعوا وقتها يا سلامة، لأنه بعد اللقاء هذا كنا التقينا كرواسات تحرير مع وزير الإعلام، وبعد ما رجعت المكتبي في الدمام تلقيت اتصال طويل جدا من الوزير المعني وكأنه يتراجع عن كل ما قاله، وبالطبع رفع الإيقاف عن الكاتب المذكور وعادت الأمور لطبيعتها الحقيقية. الظاهر الوزراء يجاملون بعض يا سلطان. هذا الأمر يعني يوضح لك للأسف يعني كانت هذه الحالة. لكن يعني المسؤولين الحقيقيين اللي بحجم سلمان هو يدرك أنه ليس موظف، هو مسؤول عن 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 حركة مجتمع وعن تقدم وحركة تنمية، والتنمية لا تأتي إلا بالمشاركة. نعم، هذه المسؤولية. لكن الموظف مهما كان ارتفعت درجته، مهما كان حتى الوزير لا يمارس هذه، هو يخاف على المكان اللي هو فيه، فبالتالي هو يمارس أقل من مسؤولياته، لا يمارس دوره كمسؤول وكمسؤول عن هذه التنمية. الله، وهي الله. المسؤولية اللي أعطيها في الوزارة أو في غير أو في أي مسؤولية. جميل. أنا أعتقد هذا نموذج يعطينا كيف هو فن إدارة الحكم، كيف يمارسه رجل بحجم قائد بحجم هذا استراتيجية سلمان. استراتيجية وليس مثل يا أستاذ سلطان، هذا استراتيجية ليتنا ندرك أبعادها من سلمان بن عبد العزيز. هذه قصة واحدة يمكن أقولها للمرة الأولى. خليني أروح لناصر، لكنها قصة حقيقية. خليني أروح لزميلك وزميلنا الجميل ناصر الشهري، وهو أيضا من ذات المؤسسة ومن ذات المعاناة. حياك الله أستاذ ناصر، ومساك الله بالخير أبو نواف. مساء النور. مساء النور، هلا بك. هلا يا هلا بك وضيوفك الكرام. أرجو أنك مستمتع أيضا بالحوار، لأنه أيضا طولنا عليك. لا أبدا ولا يهمك. الله يسعدك أبو نواف. في ذات الإطار يعني الحديث عن قامة بحجم سلمان بن عبد العزيز يطول ويطول، والحكايات كثيرة، وهي ليست مجرد أحداث تمر ولكنها دروس. أنا أتصور أنه علينا نحن أولا أن نستوعبها كإعلاميين، وعلى المسؤولين أنهم أيضا يستوعبونها حتى تتعادل وتتوازن الأمور. ففي هذا الإطار أستاذ ناصر، هذا نعم هذا صحيح. في الواقع الأمير سلمان هو ليس ذلك الرجل الغريب على المكان، فهو ضمن كوكبة هذه المنظومة السياسية والثقافية والاقتصادية والحضور الاجتماعي والتأثير في ثقافة الوطن منذ زمن بعيد، فهو أحد الرجال الذين يجب أن نؤمن إيمانا كاملا بأنه شريكا في صناعة القرار، شريكا في مسيرة التنمية بكل ما تعنيه في هذا الوطن وعبر امتداد خارطته الواسعة. سلمان بن عبد العزيز عندما نتحدث على المستوى السياسي فهو رجل متميز، وعندما نتحدث على المستوى البناء سواء كان في بناء الأرض أو الإنسان فهو صاحب وجهات نظر عالية جدا، وصاحب استراتيجية كما أشرتم في مجال التخطيط والتنظير والبناء واختيار القدرات والكفاءات المتميزة. هو صاحب هاجس وطني سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فله حضور أيضا في المجتمع الدولي وله مكانته المتميزة في هذا المجال، لأنه يمتلك أيضا حنكة سياسية متميزة في الوقت نفسه. عندما نتحدث عن الأمير سلمان كما أشرتم أنت الأخ العزيز الأستاذ سلطان البازعي، من الناحية الإعلامية وعلاقته بالوسط الصحفي والثقافي، فهو في الواقع يكاد يكون الأقرب
من كل حتى وزراء الإعلام السابقين ووكلاء الوزارة أو حتى الأشخاص العاديين في وزارة الإعلام، هو الأقرب إلى المثقفين، هو الأقرب إلى الصحفيين، هو الذي يتحدث معنا حديث الصديق، حديث الأخ دائما، ويشعرك بأنه ليس من منطلق المكان ولكنه من منطلق الإنسان، وبحكم الاهتمام الثقافي هذه الأمور تحتاج إلى كذا التي تحتاج إلى كذا. الأمير سلمان كان يتحدث في جوانب صغيرة جدا وتفاصيل مهمة جدا يفاجأ بها المثقف أو الصحفي في كل مجال، يفاجأ بها من يشارك في صناعة القرار الإعلامي أو تنفيذه بشكل أو بآخر. أستاذ ناصر، أنا في كثير مواقف مع الأمير سلمان. أنا عندما كنت مديرا للتحرير في صحيفة عكاظ في فترة من الفترات، كنت والأستاذ رضا لاري عند الرئيس التحرير السابق، كنا عند الأمير سلمان وتحدثت معه بكل صدق يعني، وكنا في الواقع في اجتماع في جامعة الملك سعود بالرياض. ولابد أن أستغل هذه الفرصة وأشير هنا إلى أن الأمير سلمان كان داعيا إلى عمل المرأة يعني منذ وقت مبكر، وكان يشجع على هذا. أقول هذا لأنه رد على سؤال لي، قلت له يسمو الأمير مجال عمل المرأة متى نجد أنه قد بدأ يرى النور في هذا الوطن؟ هذا قبل الذي كم سنة يا أستاذ ناصر؟ بمستقبل أفضل في هذا المجال. هذا الكلام قبل 30 سنة. الله يعطيك العمر الكريم. يعني نعم نعم، يعني أعطيتك ربما كشفت جزء من العمر، ما عندك مشكلة. على أي حال، كان أجاب الأمير يحفظه الله وقال لي بالحرف الواحد، نحن ليس لدينا، عفوا، عندما طرحت السؤال كان بالصيغة التالية وقلت سمو الأمير أيضا، ماذا يمنع أن تكون المرأة في إمارة الرياض في قسم خاص بخدمة المرأة، ومن ثم تكون المرأة في خدمة المرأة، وهكذا في مختلف الإدارات والوزارات وفروعها في مختلف مناطق المملكة. فقال بالحرف الواحد، أنا أتفق معك في هذا المجال وسنعمل على هذا، وهو مخطط موجود عندنا ولكن سيكون على مراحل، ولكنني أود أن أسألك سؤال محدد، هل ترضى أن تكون أختك أو زوجتك تعمل مهندسة وتقف في الشارع بين العمال؟ قلت لها، قال إذن يجب أن نضع المرأة في المكان المناسب، وهذا ضمن استراتيجية قادمة، ثق تماما أنك سترى هذا موجود، ولكن هذا سيكون على مراحل متعددة. إذن الأمير سلمان يرى البعد الاستراتيجي للتنمية، لتنمية الإنسان، لبناء الوطن، للمستقبل أي كانت جوانبه. ومن ثم أعتقد أنه يعني أي مواطن كان يسلم مبكرا بأن الأمير سلمان هو الذي سيأتي في هذا المكان، وأنه يعني استحق بالفعل، والكل يعني يدين له بالولاء. وقبل هذا، فإن قرار خادم الحرمين الشريفين هو القرار الذي يستشف الرغبة الوطنية أيضا، هو يثق تماما بأن أيضا أبناء الأسرة المالكة يرحبون بهذا القرار، وأن المواطن يرحب بهذا القرار، وأن المرحلة تحتاج وترحب بهذا القرار، وكل يعني الأمور المحيطة بالحالة القائمة هي فعلا تحتاج إلى رجل بحجم سلمان بن عبد العزيز الذي نأمل أن يوفق في هذه المهمة إن شاء الله إن شاء الله. نعود إلى ضيوفنا عبر الهاتف. معنا الآن الدكتور عبد الرحمن العرابي الحارثي، الأكاديمي والإعلامي السعودي والعارف بالتاريخ. دكتور عبد الرحمن، مساك الله بالخير. على سلام، مساك الله. حياك الله، يا هلا بك دكتور. يعني الحديث عن البيعة يقودنا إلى منهجية هذه البيعة منذ بدايتها، منذ انطلاقتها عندما بويع الملك سعود رحمة الله عليه وليا للعهد في عهد والدي، ثم تتالت المسألة. خذنا إلى هذا الجانب التاريخي في البيعة كنهج قائم، ومشاركة المواطن دائما، الإصرار على أنه يجب أن تكون الأغلبية مشاركة في هذا الأمر، ليس مجرد صفة أو مجموعة من القريبين وأصحاب القرار ويكفون عن بقية الأمة، لا، هناك إصرار على أن يشارك الجميع كضمانة أيضا
تعزيز أواصر هالولاء والمحبة بين الشعب والقيادة؟ والله أخوي سلامة، أنت تتكلم على موضوع يعني الحقيقة هو موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، وخاصة في هذه الأيام، وهو انتقال السلطة أو ما عرف عندنا بالبيعة. من أجمل الأشياء إنه يعني انتقالها يأتي سلس، لأنه صار في اتباع لمنهج محدد وهو منهج إسلامي قديم يختار فيه ولي الأمر وليا للعهد، وتتم المبايعة الشعبية له. يعني التاريخ السعودي المعاصر يعني يثبت أنه كل الانتقالات اللي تمت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أتت بطريقة يعني سهلة وميسرة، رغم أنه في بعض الأوقات يعني كان هناك مشككون كثيرون يعني نتيجة للظروف سواء كانت الإقليمية أو المحيطة بنا، وسرعة أحيانا انتقال السلطة بهذه السهولة هي ما تجعل الآخرين يستعجبوا. طبعا نحن لا نستعجب، لأنه نحن على ثقة. يعني عندما توفى الأمير سلطان يعني تم الانتقال بسهولة إلى الأمير نايف لاختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وأيضا عندما توفى قبل أيام رحمة الله عليه الأمير نايف ثاني يوم انتقال السلطة باختيار خادم الحرمين الشريفين للأمير سلمان. وأنت تعلم والسادة المشاهدين يعلمون أنه يعني كانت هناك قاويل وإشاعات كلام يعني نحن تعودنا سماعه وتعودنا التنظير فيه، لكننا كنا على ثقة بأنه سيتم اختيار الأكفى والأقدر، وكانت تتضح لنا دائما نحن العارفين بهذه الأمور الداخلية لنا وعلاقة الأسرة في بعضها البعض كيفية انتقال السلطة. زي ما ذكرت أيضا هذا الانتقال ليس فقط في شكله الأسري بين الأسرة الحاكمة، ولكن حتى على المستوى الشعبي عندما تتم المبايعة وتأتي هذه الوفود في كافة مناطق المملكة لتجديد الولاء، فهذا أمر يعني تعودنا عليه، وهو نهج يؤكد رسوخ الحكم في المملكة واستقرار الأوضاع السياسية ولله الحمد في المملكة. رغم ولا في تتبع يا دكتور. دكتور يعني ما في تتبع لأفراد الشعب إنه ترى فلان هذا ما بايع، لا ترى فلان هذا ما شفناه، ما عندنا هالأمور ولا عندنا هالسوالف، الكل يأتي بمحبة وصادق ولا أحد يدفعه يعني عنوة إلى إنه يقوم بهذا الأمر. أخوي العزيز يعني نحن الآن نعيش مشهد يعني يمكن تسميه مشهد في جانبين، مشهد نعزي فيه ومشهد نبايع فيه. صحيح. طيب هذين المشهدين ترى صور عجيبة من الولاء لهذا الوطن ولهذه القيادة، وبالتالي يعني ليست غريبة يعني حقيقة. هؤلاء كلهم لم يدفعوا إلى التعزية ولم يدفعوا إلى المبايع. صحيح. كل هؤلاء أتوا بأنفسهم، ولهذا نهجت الدولة أحيانا حتى يعني تخفيفا على الناس إنه فتح الإمارات في كافة مناطق المملكة، لكنهم يدركوا بأنه هذا الشعب يرتفع حول القيادة عشان اختيارها حقيقة. يعني وهذه قضية مهمة، يعني القيادة في المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز حتى اليوم هي تلبي تطلعات الناس. يعني الآن في الاختيار الأخير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان الناس توقعت هذا، وللأمير أحمد وزير للداخلية أيضا. طبعا للأمير أحمد هذه قضية يعني نعم. هذا جانب آخر في جوانب إسناد وهو عضد نايف يعني ويستحق أن يكون في هذا الموقع. لا شك في هذا. رحمة الله على نايف. تتكلم على تاريخ طويل في العلاقة ما بين الاثنين. بالتالي والأمير أحمد هو يعني كان مشارك للأمير نايف في وزارة الداخلية. نعم. وكل هذه الأمور عندما تأتي هي تحقق طلعات الناس ومعرفة الناس في ذات الوقت. وبالتالي التعبير الطبيعي للشعب
وتأييد لهذه الخطوات دون أي ضغوطات حقيقة. نعم. أنتقل الآن إلى فاصل، أستأذن ضيوفي ثم نعود لمتابعة فقراتنا مع ضيوفنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا ولا تقلقوا. أهلا بكم مجددا. عرف عن الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حبه للصحافة والصحفيين واطلاعه على الوسط الإعلامي حتى لقب بصديق الصحفيين. هذا الجانب في شخصية الأمير سلمان كان نتاجا طبيعيا لحبه للقراءة والاطلاع. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل المبدع خالد الفرحة. تتصف علاقة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بالإعلام بمنهجية القيادي الصديق للإعلاميين، كما يعرف عن الأمير سلمان متابعته للصحافة اليومية ومناقشة الصحفيين ومساندتهم والوقوف معهم. عرف عن الأمير سلمان أيضا هذا الاهتمام الثقافي والفكري، وأيضا علاقات الأمير سلمان بالصحفيين ليس على مستوى المملكة فقط ولكن حتى على مستوى العالم العربي. يعني الذي أعرفه أيضا أنه يتابع الكتابات الكتاب ومقالات الكتاب ويتابع كل صغيرة وكبيرة في الصحافة المحلية. اهتمام الأمير سلمان بالمؤسسات الصحفية والصحفيين جعلته يخصص حي الصحافة في الرياض للمؤسسات الصحفية، كما له إسهامات في تطوير المسارات الإعلامية والارتقاء بالعمل الصحفي. إن الأمير سلمان هو صديق الإعلاميين، هو دائم التواصل معهم، يصوب أخطائهم بأبوة، يتحدث مع صغار الصحفيين كأب ومع رؤساء التحرير كأخ، لا يبحث عن الوهج الإعلامي. قدر لي أن عملت في الرياض فترة طويلة وكان الأمير سلمان حاكما إداريا لهذه العاصمة الفتية القوية، كان يحفظه الله عندما يحضر مناسبة يتحدث بكل طلاقة، لكنه لا يخص أحدا بتصريحات صحفية. له من ذلك مغزى لأنه لا يبحث عن الوهج الإعلامي، هو يبحث عن إيصال الحقيقة كما هي. منح الأمير سلمان الجائزة العربية للإبداع الإعلامي في الملتقى العربي الثامن في الكويت، ولقب حينها بصديق الإعلاميين. لم يكن حب الأمير سلمان للإعلام وليد اللحظة، فبالرغم من مناصبه المتعددة إلا أنه أول من وجه بإصدار مجلة الإمارة كأول مجلة تصدر من إمارة منطقة عندما كان أميرا للرياض. علاقة الأمير سلمان بالإعلام والإعلاميين علاقة متميزة ولها صفات متعددة وقديمة بكل وسائل الإعلام المحلية والعربية. لبرنامج يهر خالد فرحان جدة. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. أعود مجددا لضيوفنا الدكتور عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى. أعود لك مجددا. السؤال أستاذي، ما هي أهم أوجه التنمية التي ميزت سنوات حكم الملك عبد الله؟ أنا أعتقد أن سؤال عن التنمية في عهد الملك عبد الله هو سؤال يعني مفصلي وأيضا يحتاج إلى الوقت الطويل، لأنك تتكلم عن تنمية إنسان، تتكلم عن تنمية مجتمع، تتكلم عن أبعاد في التعليم وفي الصحة وفي الخدمات البلدية وفي النقل وفي الموانئ وفي الجوانب متعددة جدا، يعني ما يمكن إحصاها. لكنني أنا أعتقد أن من النقاط التي ينبغي التوقف عندها في عملية التنمية هي
خاصية وسمة خادم الحرمين الشريفين في اختيار الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق برامج التنمية، وهي سمات قيادية، وهذه السمة أيضا تجدها تنطبق أيضا على ولي عهده، أنه تستطيع هذه الشخصيات أن تعمل من خلال أيضا طاقم قادر على أن تختاره ويحمل نفس الرؤية ونفس الحماس في هذا العمل. أيضا هناك في عملية التنمية الذين تتواجد في عهد خادم الحرمين الشريفين فيها دافع الإخلاص، وهو استمرار لقيادات هذا البلد. ولذلك خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مرة عندما يعرض ميزانية المملكة العربية السعودية على مجلس الوزراء دائما يقول لا عذر لكم، يعني الوزراء لا عذر لكم، الميزانية موجودة ونريد النتائج، يعني لا عذر لأحد. نعم. الميزانية موجودة ولا عذر لأحد. وأعتقد من هنا في هذا البرنامج يطبق موضوع ومبدأ المساءلة، ويريد أن يعرف أين تذهب هذه البرامج. وكان صريحا في إحدى عرضه ومتابعته للميزانيات كما تذكرون، وهو أنه ذكر أن هناك برامج أقرت في الميزانية ولكنني لا أرى لها نتاج، أين ذهبت هذه البرامج؟ وكانت قوية جدا وملاحظة قوية جدا، وأنا أعتقد أنها كانت أيضا مثار حديث مجلس الشورى لفترة طويلة جدا. حتى أنتم يا دكتور، حتى أنتم في مجلس الشورى أيضا، يعني اللي أعلموا أنه في لقاءات خاصة بينكم وبين خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، كان أول سؤال يسأل لكم، وهذا نقلا عن أعضاء المجلس طبعا، يقولوا لي أنه كان دائما يسأل هل هناك أمر يعوق عملكم؟ هل هناك أمر تريدون أن أحله؟ هل هناك مشكلة تواجهكم ولا 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 تمكنكم من أداء العمل بالشكل اللائق كممثلين للشعب، كبرلمان للشعب؟ يعني يقولوا الأعضاء كنا أحيانا يعني نهم بأن نطلب تعديل بعض المواد أو إضافة بعض المواد، ولكن يعني يبادر الرئيس فيقول لا طال عمرك كل الأمور طيبة وزينة. ولكن الملك كان حريص فعلا، ولو سمع هذه الأمور اللي كنتم تريدون الكشف عنها أنا متأكد أنه سيبادر، وفورا مدام فيها مصلحة للبلد ومصلحة للشعب فلن يتردد فيها. نعم، هو هذه أسئلته المعتادة، يعني هي أسئلة معتادة، ويضيف إليها في مجلس الشورى دائما يقول لا تبخل علي بمشورتكم، لا تبخلوا علي بالنصح الذي موجود فيه. لكن أعود وأعتقد أنه الأسئلة فيما يتعلق بالتنمية وماذا تتطلبه، الملك عبد الله أيضا وهو امتداد أيضا لسياسة هذه البلد ينطلقون من مبدأ عمل الشيء الصحيح، أن القضية بالنسبة لهم ليست قضية روتينية ومتابعة إجراءات بسيطة، ولكن عمل الشيء الصحيح. وهذا العمل الشيء الصحيح يا أخي تطور وأنتج وجود هيئة عندنا لمكافحة الفساد، وكل يوم نحن نسمع عن هذه الهيئة بطاقمها وبقياداتها المخلصة أيضا، اللي هي أيضا نتاج قيادات مخلصة في البلد، صحيح، أنها تحاول أن تتابع هذه البرامج والأنشطة التنموية وماذا قدمت لهذا المواطن. نحن ربما، يعني أنا دائما أكرر عبارة، وهو أننا مجتمع لم يعد يعني يقنع على الإنجازات الصغيرة، لم تعد تقنع على الإنجازات الصغيرة حقيقة. نحن طموحين مثل طموحات هذه البلد، يعني طموحاتنا تعكس ونستمدها من طموحات هذه البلد. نحتاج بمثل الخطى السريعة كما ذكرت من مدن صغيرة إلى مدن كبيرة، حركاتنا دؤوبة جدا على مستوى النقل، وعينا بذواتنا، وعينا بعلاقاتنا بالعالم، رسالتنا أيضا الداخلية ورسالتنا الخارجية التنموية تجعلنا نعتقد أن نحن أيضا قدوة ومثال يقتدي فينا العالم الآخر في برامجنا التنموية. ولذلك نجد أنفسنا أحيانا نقسو على أنفسنا بالمناسبة، نحن نقسو على أنفسنا حتى في نقدنا لذواتنا، يعني نحتاج إلى برامج أكبر من طاقاتنا رغم أنها مخطط لها، لدينا وزارات ولدينا أجهزة ولدينا أشخاص ولدينا قيادات قادرة على هذه المتابعة. إذن نعم، خادم الحرمين الشريفين في عهده، يعني يكفيك، أنا لا أستطيع أعطي أمثلة فيه، لكن يكفيك على سبيل المثال هذا الحدث الكبير في جامعات المملكة العربية السعودية،
التي شملت كل مناطق المملكة العربية السعودية. صحيح صحيح. بل تعدد المناطق إلى المحافظات. حتى المحافظات نعم. استوعبت الشباب والشابات وجميع أطياف المجتمع بجميع أعمارهم استوعبتهم ولم يقتصر العمل على هذا يا سيدي. أيضا يسمون في صنع السياسات ما يسمى بأزمة الإنجاز. أحيانا أنت تنجح في جزئية معينة لكن يسبب لك هذا النجاح أزمة أخرى. يعني هذا التوسع الإيجابي في التعليم وليس فقط في التعليم الإيجابي في كل البرامج أيضا التعليمية فيما قبل التعليم الجامعي أيضا لدينا برامجنا المختلفة تولد عنها طاقم كبير جدا من الخريجين والخريجات الذين هم أيضا هم سلاح هذا الوطن. كما تعلم أيضا من الإنجازات التنموية برنامج خادم الحرمين الشريفين في الابتعاث وهو برنامج طموح جدا شمل العالم كله بالمناسبة عشرات الآلاف وطلابنا بالضبط وطلابنا وطالباتنا هم سفراءنا في الخارج حقيقة هم سفراء في هذا الخارج. وعندما جاءوا أيضا لدينا برامج لتلقي هؤلاء القادمين والعمل معهم والتفاعل وأيضا إشراكهم في منظومة وبناء تنمية هذا المجتمع. ولعل الحكمة أيضا من برامج التنموية يعني في هالنقطة تحديدا لعل نعم. أيضا لعل نعم. أيضا خلفها حكمة وهي أنه بإمكان أولادنا أنهم يدرسون في جامعاتنا موجود فيها كل التخصصات ولا نبتعثهم ولكن كانت النظرة أبعد بالضبط. هي الاحتكاك بالحضارات الأخرى التعرف على أوجه التحضر والتمدن يا سلام. نعم واحتكاك في الشعوب ومعرفتهم عن قرب والحكم عليهم بـ 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 بمنطق وبرؤية إنسانية صحيح. أشمل صحيح صحيح نعم هذا الكلام نعم هذا الكلام اللي تقوله. أنا عندما أذهب إلى القرية أقول لهم أتمنى أنكم ما تسجلون أبناءكم في الجامعات القريبة منكم في جميع جامعات المملكة انتشروا فيها. نريد المواطن هذا السعودي يعرف جميع مناطق المملكة. أيضا جانب من جوانب التنمية التي أنت ذكرتها الجانب الإعلامي يا أخي التوسع في نطاق الجانب الإعلامي هذا الموجود والمسافة والمساحة أقصد التي هي موجودة لحرية الكلمة وبازدياد واستمرار لخط هذا البلد ونهجه كما نرى في مراكز الحوار مركز الحوار الوطني الذي هو موجود داخل المملكة ويناقش بكل حرية قضايانا الاجتماعية وشاركنا فيه الكثير شاركوا في هذا وربما كنا أيضا يعني نتكلم بقوة في هذا المركز وهو يمثل سياسات معينة ولم تقتصر أيضا عملية التنمية في هذا الجانب الحواري على داخل المملكة بل رأينا قوة وسياسة خادم الحرمين الشريفين أيضا في الحوار تنتقل أيضا إلى الخارج سواء على مستوى الأديان أو على مستوى تركيز أو تأسيس مركز خادم الحرمين الشريفين والحديث يطول المملكة. والحديث يطول في هذا الجانب هناك دعني برامج. دعني أستأذنك نعم والحديث يطول نعم أستأذنك يعني لا أستأذنك بس آخر بس آخر نقطة تفضل 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 أكمل النقطة بس آخر نقطة ودي أقولها أي نعم آخر نقطة أقولها أيضا برامج التنمية الإدارية في المملكة اليوم يعني وبكل اعتزاز لا يوجد منافس للكفاءات الإدارية في العالم العربي كما يوجد في المملكة العربية السعودية طيلة 50 سنة ونحن نعد المرأة والرجل وصل لدينا كوادر إدارية مؤهلة للقيادات ومثال عليها وصول المرأة إلى نيابة الوزير وإلى مراكز إدارية متقدمة في المملكة العربية السعودية هذا أيضا يجعلنا لا نغفل أنه أيضا هناك أوجه سلبية وهناك أيضا أوجه فساد ولم يغفلها الملك بل أوجد لها الأجهزة والجهات التي تكافحها وتحاربها وتقضي عليها حتى تتحقق منجزات التنمية. أعود إلى ضيفي في جدة الدكتور أنور عشقي. دكتور أنور أعود لك مجددا وأيضا أعتذر للتأخر في العودة لك لكن كما تتابع معنا ما شاء الله يعني الضيوف كثر والكل يريد أن يدلي بدلو في هذه القضية. هناك بلا شك وأنت الأدرى كخبير استراتيجي منعطفات تاريخية في الدولة السعودية الحديثة اللي يعني نقول بلا منازع إنه عبد الله بن عبد العزيز ودون أن نغفل أدوار الآخرين هو من قاد هذه الدولة هو من حملها إذا ما نحن عليه الآن
هو صاحب المنهج الإصلاحي الممتد الذي لا يتوقف. ولعل هذه البشائر الأخيرة بتعيين سمو الأمير سلمان وليا للعهد هي ضمن هذا المنهج الإصلاحي، لأنه تحسس رغبة الشعب ما الذي يريد ومن هو الأصلح ومن هو القادر على أن يكون العضد في هذه المرحلة الإصلاحية. الحقيقة أريد أن أتكلم في موقفين مع سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز. حينما ظهرت في قناة الأضواء نشرت أو طبعا المقابلة، وجئت للبيت فقيل لي بأن الأمير سلمان طلبك. قلت أكيد هذا الأمير سلمان بن سعود، لأنه دائما يجيني في الندوة وبينه وبينه لقاءات. الله يمسيه بالخير. قال لا، قلت بس هذا الأمير سلمان بن عبد العزيز. قلت لا، إذا هذا الأمير سلمان بن عبد العزيز شوية، وإذا بكلمني اسمه الأمير تكلم معاي، لأن أنا كنت بتكلم وأيد كثير من النقاط اللي قلتها، وبعد كده أضف لي حاجات فاجأتني. أضف لي طبعا، إحنا نفرق بين الاستراتيجية والتكتيك، الاستراتيجية والسياسة. الاستراتيجية لا تتغير أهدافها، ولكن السياسة تتغير أهدافها، لأن هي اللي بتوصلنا للأهداف الاستراتيجية. فكان بيتكلم ويقول لي انه انت لا تنسى انه الاهداف الاستراتيجيه لروسيا كذا، الاهداف الاستراتيجيه وعددها، وهذه ما كل استراتيجي في العالم يعرفها. تكلم ايضا عن الاستراتيجيه الامريكيه وقالها، وكثير من الناس ما يدركوها. فعشان كده الكثير لما يتكلم عن سياسه امريكا بتخبط، لانه ما يعرف الاسس الاستراتيجيه. ففوجئت، قلت له انا والله ما كنت اعرف انك انت مفكر استراتيجي. المرة الأخرى التي التقيت فيه، فكان دائما طبعا يتصل، وهذا إذا كلمت أي كلام ويقعد يناقشني فيه. آخر مرة قبل شهر تقريبا تشرفت بالسلام عليه في وزارة الدفاع في جدة، وقعدت معه بساعة ونص. قال لي كلمة أثارتني، قال إني أنا والله لا أحرص على السلطة، وإنما أريد أن أخدم هذه الأمة وهذا الشعب على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقتها أدركت معناها، لأن من يحرص على السلطة سوف يتحول إلى التسلط، وهنا تأتي الأنظمة التسلطية. فإذا معناها أن هذا الرجل لا يحرص على السلطة لأنه لن يتحول إلى التسلط. هذا الأمر الأول. بالنسبة لخادم حرمين شريفين، خادم حرمين شريفين يعني الحقيقة الأعمال والإنجازات اللي أنجزها لا شك لا تحسب بالسنوات، يعني لا تحسب بسبع سنين أو 50 سنة أو 40 سنة أو غير ذلك، لأنها فعلا إنجازات عظيمة. هذه الإنجازات أول ما بدأ في هذه العملية الاستثمار في الإنسان. الآن الملك حريص جدا على تحويل المجتمع المملكة إلى مجتمع معرفي، أي بمعنى أن هناك سيكون اقتصاد معرفي، سيكون هناك تعليم معرفي، سيكون هناك كل شيء معرفي. معناها أن المملكة بحسب المعطيات القرن 21 أو معطيات القرن 20 سوف تنتقل إلى أكبر وأكبر وأكبر. الأمر الثاني عملية التوازن الاقتصادي، وأوجد هناك 5 مدن والآن ستتحول إلى 8 مدن اقتصادية. صحيح. هذه معناها أنه لن توجد مناطق مهمشة في المملكة، كل المناطق تأخذ حقها من التنمية، وتأخذ حقها من التعليم، وتأخذ حقها من كل شيء، فلا توجد مناطق مهمشة أبدا. مدن خاصة بالمرأة يا دكتور، كيف الآن أصبحت الميزة مدن خاصة بالمرأة أيضا، هذا يعني صحيح. هذه الجديدة الآن، وهذا قرار في منتهى الحنكة والحكمة بأمانة. صحيح. تجي يعني كثير من الأمور، لا أريد أن أخذ الوقت، وإنما هذه الأمور أحب أركز عليها بشكل كثير، لأن هذه الأمور هامة وحساسة. الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين أكثر من 100,000 طالب مبتعث في الخارج. هؤلاء حينما يعودون جيش كبير، جيوش من العلماء، سوف يحدثون النهضة الكبيرة في المملكة العربية السعودية. نعم نعم. فإذا معناها أننا الآن نعيش فترة ازدهار لم تعهدها المملكة من قبل، خصوصا الآن الطاقم الجديد الذي دخل. نعم. هو طاقم يستطيع أن يقوم بهذه المسؤولية ويقوم بدوره إن شاء الله على خير قيام، سواء كان ممثلا في الأمير سلمان
نعم. أو في بإذن الله تعالى دكتور أنور عشقي. معنا عبر الهاتف الدكتور صدقة بن يحيى فاضل عضو مجلس الشورى، مساك الله بالخير يا دكتور. يا هلا، مساك الله بالخير، وحييك وحيي ضيوفك الكرام. حياك الله، حياك الله دكتور، سعداء بوجودك معنا. طبعا عندما نقول السياسة فأنت من ركائزها، وبالتالي يعني يحلو الحديث معك عندما نتطرق إلى الجانب السياسي والحنكة السياسية لدى خادم الحرمين الشريفين، ليس فقط في منهجية الإصلاح القائمة، ولكن أيضا في اختيار الرجال، فراسة في اختيار الرجال. ولعل الخيار سلمان بن عبد العزيز كان خيار الأقرب والأحب إلى الشعب السعودي، والأقرب إلى منهجية الإصلاح، وأيضا أحمد بن عبد العزيز. تفضل دكتور. لا شك في ما تفضلت به، إن فعلا هذا كان اختيارا موفقا، وهو امتداد للمسيرة الإصلاحية الشاملة التي تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القيام بها حتى قبل توليه منصب الملك في هذه البلاد. في الواقع يعني ما هذه مناسبة لكي نقف ونحاول تقييم كامل التجربة التنموية السعودية، سواء في مجالها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو غيره. وبالطبع هناك إنجازات كبيرة وعظيمة، وتمت بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة التي يعني تتفانى في تقديم كل ما تملك من إمكانات لخدمة هذه البلاد ومواطنيها. وهذا يستتبئ بالضرورة أن أيضا نناقش الصعوبات والعقبات والسلبيات التي نتجت مؤخرا في هذه المسيرة المباركة. ولعلي أذكر هنا مشكلة البطالة على سبيل المثال. بالنسبة لصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز، فهو في الواقع يعني باختصار رجل دولة ورجل سياسة. هو ممن ساهموا في بناء وتطوير هذا الكيان الذي يسمى المملكة العربية السعودية، ومسيرته العملية تمتد لحوالي نصف قرن، وكان ملازما لصناع القرار وملوك هذه الدولة، وشارك مشاركة مباشرة في صنع القرارات السياسية الكبرى التي تم اتخاذها في هذه البلاد. أنا أتوقع أن المسيرة الإصلاحية التي يعني يقودها خادم الحرمين الشريفين سيضيف عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز المزيد من الإيجابيات والإنجازات. وهذا يعني برؤية في الواقع حديثة، هو في الواقع يعني من المتمسكين بالثوابت الدينية والوطنية كما هو معروف، ولكن له نظرة تحديثية معروفة عنه ويعرفها عنه كل من تعامل معه بشكل أو آخر، وله صداقات واتصالات واسعة مع قادة الدول الشقيقة والصديقة. ولذلك أعتقد أنه سوف يضيف إضافة كبيرة خاصة في مجال السياسة. نحن نعيش في منطقة ملتهبة مضطربة، وإن لم نقم باتخاذ القرارات السياسية الحكيمة فإننا قد يعني نواجه صعوبات يعني نحن في غنى عنها. ولذلك أعتقد أن حنكة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحنكة سمو ولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز ستقينا بإذن الله وبعون الله شرور هذه الصعوبات وهذه العقبات وهذه التحديات التي تواجهنا في هذه المنطقة. هذه كما قلت منطقة لعلها أكثر مناطق العالم اضطرابا وعدم استقرار، ونحن ولله الحمد كمن يبحر في سفينة آمنة ومستقرة في بحر مضطرب. وأعتقد أن القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
وقابضه الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ستقود سفينتنا بإذن الله إلى بر الأمان، ولكننا ونحن نقف الآن ونحاول تقييم هذه التجربة التنموية الشاملة والفريدة بها تحتوي في ظل هذه القيادة التي نحبها وتحبنا وتعمل كل ما بوسعها لخدمتنا. يجب أن لا نتجاهل الصعوبات والتحديات وأيضا السلبيات. هناك يجب أن يعني أول خطوات معالجة السلبيات ومواجهة التحديات هي أن نعترف بها ونقف عندها ونحاول أن نوجد الطرق والسبل الناجعة لتجاوزها. صحيح. فهذه فرصة كما ذكرت عندما نذكر الإنجازات ونتفاخر بها ولله الحمد، يجب أيضا أن نحاول أن نحدد الصعوبات والعقبات ونحاول أن نوجد السبل الأنجع لتجاوز هذه الصعوبات. صحيح. وهذه التحديات. وأعتقد أن قيادتنا الحكيمة بإذن الله قادرة بمساعدة شعبها ورجالها على تجاوز هذه الصعوبات والإبحار بسفينة المملكة العربية السعودية في هذا البحر المضطرب الذي يسمى بالشرق الأوسط. صحيح صحيح. شكرا لعضو مجلس الشورى دكتور صدقة يحيى فاضل، ويبقى نهمنا ونهم القيادة للإصلاح وللتمدن ولمزيد من التنمية لا يتوقف أبدا. نبقى الآن مع فاصل ثم نواصل الحوار مع ضيوفنا، وأشكر أيضا الدكتور أنور عشقي الذي غادرنا الآن، شكرا له لمشاركته هذه الحلقة ولإثرائه في آرائه التي طرحها. نعود لكم بعد الفاصل إن شاء الله، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. تمر الأيام والسنون وتتعاقب المناسبات والأحداث لتطل على أرض مملكة الإنسانية، وفي كل مرة تحضر حكمة وحنكة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وتقف شاهدة على حاضرنا بعد أن أسس أرضية صلبة للحكم تزداد قوة وصلابة يوما بعد آخر مهما كانت الظروف، واقع يمثل علامة بارزة تحضر مجددا بتعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه كوزير للدفاع ليحمل اللواء ويخلف ولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله. ولعل شواهد التاريخ القريبة والبعيدة تتحدث في كل لحظة عن الأمير سلمان بن عبد العزيز وحضوره وتمثيله القوي في مختلف الميادين الداخلية والخارجية بعد أن احتل العديد من المناصب وعاصر جميع الأحداث وعاش تفاصيلها. الحنكة والحكمة والمعرفة وبعد النظر وغيرها من الصفات الفريدة التي تتسابق للالتصاق بالأمير سلمان بن عبد العزيز المولود في الخامس من شوال للعام 1354، والذي تلقى علومه في مدرسة الأمراء التي أنشأها الملك عبد العزيز يرحمه الله عام 1356 لتعليم أبنائه لينهل من بحر العلوم الدينية والحديثة. ساهمت صفات وشخصية الأمير سلمان بن عبد العزيز في دخوله المبكر ضمن نطاق دائرة العمل السياسي بعد أن عين أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة في 11 من رجب للعام 1373، ليتم تعيينه بعد قرابة العام من ذلك التاريخ في منصب أمير منطقة الرياض، وتحديدا في 25 من شعبان للعام 1374، قضى فيها قرابة 6 أعوام قبل أن يستقيل في 7 من رجب للعام 1380.
وعلى الرغم من الموافقة على استقالة الأمير سلمان بن عبد العزيز من منصب أمير الرياض بالأمر الملكي، إلا أنه عين مرة أخرى أميرا لمنطقة الرياض في العاشر من رمضان للعام 1382، وشهدت فترة استلام الأمير سلمان بن عبد العزيز لمهام إمارة منطقة الرياض العديد من النجاحات المترامية الأطراف وعلى مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والعامة، في ظل تجسيده للشخصية القيادية الفذة وحرصه التام على كل ما يحقق العدل وراحة المواطن وتسير الأمور بسلاسة في عاصمة بلاد الحرمين الشريفين. وبعد رحيل الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله، عين الأمير سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع في التاسع من ذي الحجة للعام 1432، قبل أن يصدر الأمر الملكي بتعيينه وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب وزير الدفاع. وفي نهاية المطاف تقف نجاحات الأمير سلمان بن عبد العزيز في جميع المناصب التي تبوأها كمؤشر واضح لتجسيد المعنى الحقيقي لمقولة خير خلف لخير سلف. نسأل المولى عز وجل أن يعين ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز في مهمته، ويتغمد الأمير نايف بن عبد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. حياكم الله مجددا. أعود لضيوفي مرة أخرى، أستاذ ناصر الشهري مدير تحرير جريدة البلاد وعضو هيئة الصحفيين السعوديين أبو نواف، الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا. مساء النور. يا هلا أبو نواف، حنا دائما نطول على ضيوفنا وأحيانا تتكدر خواطرهم، بس حنا نمون عليهم، كل نمون عليه تحملنا. لا عليهم. الله يسعدك أبو نواف. يعني يرتكز كما تعلم نظام هيئة البيعة ونظام الحكم ونظام مجلس الشورى على ركائز وأسس إسلامية تستمد منهجها من الكتاب والسنة. كيف أثرت هذه المرجعية على تقبل الشعب السعودي لولاة الأمر؟ عظيم، عظيم جدا. أولا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة جدا ونعود إلى مسألة التأسيس وتجربة الوحدة في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر تجربة في التاريخ أدت إلى نجاح المملكة العربية السعودية كدولة إسلامية رائدة، لها مكوناتها ولها مرتكزاتها ولها نجاحاتها وحضورها العربي والإسلامي والدولي. هذه الأسس انطلقت من ترسيخ دستور عظيم وهو كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا الدستور العظيم كان يعتبر وما زال وسيظل بإذن الله هو الضامن لمسيرة هذه الأمة قيادة وحكومة وشعبا في مختلف مجالات الحياة. وبالتالي من خلال هذا المنهج استطاع الملك عبد العزيز أن يهرب بأمته من ميدان الصراعات القبلية وما يمكن أن يتبعها من صراعات حزبية وما شابه ذلك إلى بر الأمان لصيانة هذه الوحدة والحفاظ عليها، فكان له ما أراد. وبالتالي استمر الحكم بمنهج إسلامي عظيم من خلال هذا الدستور. أصبحت لا تتأثر التغييرات بأي حديث عن نزاعات سلطوية أو في مختلف المجالات الأخرى. سارت العقيدة الإسلامية ضمن هذا النهج القويم، و بناء الأرض والإنسان
في إطار واحد ومتكامل وفي نسيج حالفه النجاح، لأن هذا الضامن هو الذي أدى إلى هذا التوفيق بعد الله سبحانه وتعالى. فلم يكن هناك أي مجال لوجود أي خلافات، سواء كان حول المنظومة السياسية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات الأخرى. وأصبحت هذه القاعدة الإيمانية هي الثقة العظيمة والمتوارثة لدى المجتمع السعودي جيلا بعد جيل. الملك عبد العزيز في نفس الوقت أيضا كرس في أبنائه هذه الثقافة، ثقافة احترام العقيدة واحترام الإنسان وكل ما يتعلق بالقرآن. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي المطهرة صلى الله عليه وسلم نجد أن فيها كل ما يضمن حياة الإنسان، حياة المجتمع بكل تشريعاته بكل تفاصيلها. حتى لو بحثت الدساتير الأخرى في مجالات متعددة ثم تعود وتقارنها بالقرآن لوجدت أن القرآن فيه ما هو أفضل وغير قابل للتغيير، ويتغير الزمن ويتغير البشر وتتغير الحياة، ولكن يظل هذا النص العظيم هو مواكب لكل هذه التغييرات مع الاجتهاد والقياس، حياة مع وجود الاجتهاد والقياس ومن عليها. نعم نعم نعم. في الواقع هناك طبعا ما يخص هذا التشريع بما يحافظ على الأسس الحقيقية وبما يتناسب مع تطويرها وفق المتغيرات، وهذا ما حصل في مسيرة المملكة العربية السعودية. وكنت قد أشرت في السابق إلى أنه كل ما يتعلق بالعمل سواء كان عن المرأة سواء كانت المشاريع المتعددة التي لها تخريجات من الناحية الدينية ولكنها تكون خارج التشدد وخارج التطرف لابد من ممارستها، وهذا ما حصل في المملكة العربية والسعودية، وأصبحت هناك مجالات كبيرة جدا للانفتاح بما يحافظ على هذه المبادئ. الملك عبد العزيز أشرت أيضا، أنا بقول أنه يعني وضع من ضمن هذه الركائز بناء الإنسان. بناء الإنسان في نظري هو قبل بناء الأرض وبناء العمائر وبناء أي مجال آخر. ثقافة الإنسان هي التي تؤسس هذا الحضور الفكري للملك عبد العزيز منذ وقت مبكر لبناء الإنسان. بدأ من داخل الأسرة المالكة، فهو بنى أبنائه على احترام هذه يعني هذه القاعدة للقرآن الكريم، للقاعدة الإيمان وقاعدة النصوص الشرعية التي تنطلق منها المملكة في حكمها للمجتمع وللأمة. الملك عبد العزيز كان يحترم المجتمع، يحترم العقيدة بشكل كبير جدا. قبل في أكثر من مرة شكاوى عديدة كانت هي البعض منها الملك عبد العزيز، وكان يحمد الله على أن تكون هذه الأحكام هي لما أسسه، وقال إن علينا أن لا نعترض على أي حكم شرعي، لأننا إذا كنا نحن الذين أرسينا شريعة الله في الأرض فيجب علينا أن نكون أول من يقبل بحكم هذه الشريعة. وهذا ما حصل، وهذا ما توارثه أبناءه من بعده ولله الحمد. وبالتالي أعتقد أن يعني كل هذه المسيرة في المملكة العربية السعودية هي نتيجة هذا الانضباط وهذا يعني العمل الذي يعتبر خارطة الطريق للمجتمع السعودي وتطوره في إطار مبادئ وقيم لا يختلف عليها أحد، الذي جعل الشعب السعودي يلتف حول قيادته في كل المناسبات في كل المراحل في كل المتغيرات، هي المبادئ السامية للقيادة الحكيمة تجاه المجتمع. وهذا التغيير السلس للسلطة هو يأتي نتيجة هذا التكريس لأخلاقيات الحكم في المملكة العربية السعودية. علينا أن ننظر إلى العالم من حولنا ونرى كيف تتغير الدساتير، كيف يكون هناك صراعات على السلطة، كيف يكون هناك انهيارات لمؤسسات الدولة في أكثر من مكان، وكيف أن هذا البلد يشمخ وينمو ويتجه إلى الحضارة والتقدم وبناء الأرض وبناء الإنسان في آن واحد، في حين أن هناك صراعات، هناك أزمات عالمية، هناك أوضاع اقتصادية خطيرة جدا في أكثر من بلدان، هناك ما يهدد ويتحدى الكثير من التحالفات الدولية، ولكن في المملكة العربية السعودية هنا قوة
قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة الاقتصاد، ولله الحمد. ما نرجو أن يوفق الله العلي العظيم قيادة هذا الوطن، وأن يوفق الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى ما فيه الخير على نهج أشقائه، وأن يوفق أيضا سمو وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي هو أيضا ضامنا لهذا الأمن بعد الله سبحانه وتعالى وبعد القيادة الكريمة، فهو من مدرسة نائف بن عبد العزيز، وليس هناك بعد في صناعة القرار. يشاركه أيضا الرجل البار والرجل الشاب العظيم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي له دور كبير جدا في ملف الإرهاب. شكرا للأستاذ ناصر الشهري مدير تحرير جريدة البلاد وعضو هيئة الصحفيين السعودي، شكرا لك لهذه المشاركة الثرية والقيمة معنا في حلقة الليلة. أعود لك أستاذ سلطان البازعي، مساك الله بالخير يا أستاذ سلطان. مساك الله بالخير أخوي زر. يعني سلطان، أنت إعلامي ومثقف وقارئ جيد للحراك السعودي منذ عهد الملك عبد العزيز، يعني نجد هناك اختلاف بين الدولة السعودية وبين بقية الدول، بين الشعب السعودي وبين بقية الشعوب. دائما نجد أن القيادة هي من يبادر إلى التحديث، هي من يبادر إلى العصرنة، هي من يبادر إلى الأخذ بأوجه الحضارة منذ بدء تأسيس الدولة الثالثة. يعني الملك عبد العزيز كلنا نتذكر القصص الطريفة اللي تروى عندما جاء الراديو، كانوا يتصوروا أن هذه جن، حتى أقنعهم الملك السنترال وأهميته وقيمته للتعرف على أحوال الدولة، ثم بعد ذلك وجود الشركات الأجنبية اللي جاءت عن النفط، وكانوا يرون هذول كفار، ما يصير ما يجون، لكنه كان نظرته أبعد وكان يعرف مصلحة البلد وين بتودي بوجود مثل هالرجال اللي نحتاجهم. ثم جاء أبناؤه الآن الملك عبد الله الله يحفظه وعضده الأمير سلمان بنفس الفكر بنفس الرؤية، أيضا هم من يبادر قبل أن تبادر الأمة بأن تطلب هذا الأمر أو هذا التحديث، تجدهم هم من يبادر إلى 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 إصدار المرسوم أو إصدار القرار ويتقبله الناس ويلمسون نتائجه الإيجابية فيما بعد، يقول والله هذا الأمر كيف غاب عننا يعني، أو كيف كنا نرفضه في السابق، يعني وين كنا يعني. سبحان الله، هذا التميز للقيادة السعودية يعني بالتأكيد له فلسفة برأيك. يعني أعتقد أولا أن الإشارات اللي أشرت لها صحيحة إلى حد كبير، القضية العلاقة بين القيادة والمواطنين هي المحور الأساسي الذي يجمع هذه البلاد بقادتها وشعبها، وهي السبب أيضا الذي أحدث حالة الانفصام في الدول التي شهدنا فيها ما يسمى بالربيع العربي. يعني كانت هذه حالة الانفصال الشديدة للقادة، قادة هذه البلاد الذين يعني رأينا سقوطهم وبين مواطنيهم، بالتالي نتج عنها بشكل واضح في انخفاض في عمليات التنمية الاقتصادية، في أزمات اقتصادية وأزمات سياسية كبيرة جدا نتجت عن حالة هذه الانفصال، وعن يعني ما نشأ عن وجود طبقة حاكمة مغلقة على نفسها. يعني أذكر أني مؤخرا أو في العام الماضي فقط شاركت في مؤتمرين في سويسرا وفي ماليزيا، قدمت فيهما ورقة بعنوان المجلس الإلكتروني، أشرت فيه إلى حالة التواصل المستمرة بين عدد من المسؤولين السعوديين والمواطنين جماهيرهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وضربت أمثلة لبعض الوزراء. أشرت إلى أنه هذا النمط من التواصل هو في واقع الأمر نمط امتداد لحالة المجلس المجلس المعتمدة في منهج قادتنا في انفتاح على الناس والاتصال بهم مباشرة والسماع منهم خارج حالة البيروقراطية الحكومية التي قد لا توصل الأمور الناس. هذه حالة التواصل أنا أعتقد
قربت القادة من الناس وقربت القادة من همومهم وجعلتهم يشعرون مباشرة بنبض الشارع، فبالتالي يستطيعون الاستجابة لها مباشرة. أخ سلامة، أنا لا أنسى أبدا موقف تاريخي هزني عندما وقف الملك عبد الله أمام مواطني جيزان واعتذر منهم بسبب تأخر وصول التنمية إليهم، وقال أن هذه مسؤوليتنا أن تصلكم التنمية. هذا موقف لا يقف إلا قائد شجاع قادر أن يعترف لمواطنيه مباشرة وصراحة أنه مقصر في حقهم، وأن حقهم في التنمية وفي النهضة الاقتصادية وفي رخاء العيش وفي الرفاه يجب أن يصلهم كما يصل غيرهم في أي مكان، كما فعل مع أهل الشمال أيضا. هذه الحالة تثبت وفعل كذلك مع أهل الشمال. نعم صحيح. نعم. هذه الحالة تثبت أن هناك رغبة حقيقية بإيجاد حالة التنمية المتوازنة التي لا تقتصر على المدن الكبرى فقط، وإنما تمتد إلى الأرياف أيضا. نحن نفخر لا شك بمدننا بالرياض وجدة والخبر والظهران بما تحقق فيها من نهضة عمرانية، ولكن يجب بنفس القدر أن نفخر أن الخدمات وصلت إلى حفر الباطن وإلى عرعر وإلى طريف وإلى صامطة وإلى الباحة وإلى كل هذه المناطق أيضا التي تحتاج التنمية بنفس القدر، لأن هؤلاء مواطنين لهم حقوق وكما أن لهم واجبات. نعم. أنت أشرت إلى حالة إلى الموضوع البيعة. البيعة في واقع الأمر هي حالة تعاقدية بين الشعب والمواطن والقائد، حالة تعاقدية على السمع والطاعة، ولكن على أن يؤدي القائد واجبه تجاه مواطنيه. هذه البيعة كما نفهمها وهي الحالة التعاقدية التي قد تدعى في مكان آخر بالانتخاب واختيار الأصلح. نحن عندنا سلسلة من القادة نوافق عليهم ونتفق معهم ويتفقون معنا. هذه الحالة المستمرة التي أعتقد أنها تشكل النموذج السعودي المتميز الذي هو قابل للاستمرار عن طريق التطور الطبيعي وليس عن طريق الطفرات. صحيح. أنا أتذكر، أعود للجانب الإعلامي لأنه أنا يهمني الإعلام بالدرجة الأولى كإعلامي، وأنت يا سلطان وحتى الدكتور عبد الرحمن، يعني كل من يتابع أنا أعتقد أنه يعلم قيمة الإعلام. عندما التقيت لأول مرة مع الوزير الحالي دكتور عبد العزيز، كان أول شيء طلبوا مني بعد السلام مباشرة أن أعيد البرنامج اللي كان يتابعه خادم الحرمين الشريفين. فقلت لي معالي يعني أخاف يزعجك طال عمرك مثل ما أزعج اللي قبلك يعني، وبعدين توقف. قال لا، ما دام في مصلحة للوطن وللمواطن أنا ما يهمني أحد يزعل ولا يرضى. فتذكرته وأنا أجد رجل هو صديق للإعلام والإعلاميين بحجم سلمان بن عبد العزيز يأتي الآن وليا للعهد. أتصور أنه يعني هناك مرحلة قادمة مضيئة إن شاء الله للإعلام والإعلاميين، ستقولنا إلى ما هو أجمل، ولا لا يا سلطان؟ والله هذا الأمل إن شاء الله، يعني ليس فقط في الإعلام والإعلاميين، لكن الإعلام عليه دور وعليه مسؤولية، يمارس نفس الدور الرقابي اللي يمارسه تمارس مؤسسات أخرى. وأنا أعتقد لتكتمل حالة التنمية والتقدم والتطور يجب أن تكون هناك توازن بين المؤسسات التشريع ومؤسسات التنفيذ ومؤسسات الرقابة والمؤسسات المستقلة، وطبعا مؤسسات المجتمع المدني منها. نحن ننتظر أن يتطور هذا الاتجاه في بلادنا، أن تكون عندنا مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة على ممارسة دورها بشكل صحيح أيضا، وليس بشكل شكلي أو شكلي. نعم. الإعلام أيضا نعم أنا أعتقد لا بشكل هيكلي حقيقي. نعم. لكن الإعلام أيضا عليه دور أن يمارس، لأن الآن في هذا العصر كما تعلم ويعلم الجميع لم تعد المعلومة قصر على مؤسسات إعلامية واحدة، المعلومة أصبحت متاحة للجميع، كل شخص هو ناقل لمعلومة، والوسائل التواصل الاجتماعي أسقطت كل الأقنعة كبير جدا وكل الحواجز. لا يمكن معه إخفاء معلومة. فبالتالي يجب أن يكون المسؤولون عن الأجهزة التنفيذية على قدر كبير من الشجاعة
أن يظهروا إلى الناس ويتحدثوا بصراحة عما يعملون. صحيح. وكما يطالبهم الملك عبد الله كما تعلم في أكثر من مناسبة، طالبهم أن يكونوا شفافين ومباشرين وواضحين مع المواطنين، أن يقولوا لهم ماذا يعملون وكيف عملوه ولماذا تأخر أي مشروع وما هو الأثر المتوقع عليه. نعم. وطبعا أخواننا في مجلس الشورى معنا الدكتور عبد الرحمن مؤكد يعني نتطلع منهم أن يقوموا بدور كبير جدا. نعم. وأن يمنحوا أيضا من المساحة العمل ما يمكنهم من أداء هذا الدور. يا ريت والله، يا ريت يا سلطان، لأنه بالفعل هذه أمنية خادم الحرمين الشريفين، وأنا متأكد أنها أيضا هي أمنية سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ولي العهد، وأمنية أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية كمؤسسة أمنية أيضا تحمي وتكون سياج لهذا الإعلامي ولكل من يعطي لهذا الوطن بصدق ومحبة وإخلاص. أستاذ عبد الرحمن، ونحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى، يعني نتحدث عن قيادة قائدة لا منقادة، وهذه ميزة للأسرة الحاكمة أو للحكام في المملكة العربية السعودية منذ كما ذكرنا الملك عبد العزيز وحتى لديك بالتأكيد كرجل يعني تدرك أبعاد هذا الأمر، ما تقوله؟ اسمح لي أن أجاوب على سؤالك هذا في 4 رسائل. الرسالة الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فأقول نحن نثق بالله ثم نثق في قيادتك ونعتز بقراراتك، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد، وستجدنا دائما مواطنين مخلصين داعمين لجهودكم الكريمة. ورسالتي الثانية في موضوع القيادة أيضا التي ذكرتها وتجربتنا فيها هي لولي العهد الأمين الأمير سلمان فحسب. أقول نبارك لأنفسنا بتعيينك وليا للعهد، وأنت لست غريبا علينا، ولم يكن قرار اختيارك من قبل خادم الحرمين الشريفين مفاجئا، فأنت سلمان الذي أصبح اسمه الأول كافيا للدلالة عليه لكفاءته وإخلاصه لدينه ومليكه ووطنه، فنتمنى لك التوفيق والسداد في قيادتك. ورسالتي الثالثة أيضا التي تصب في محور القيادة موجهة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، نقول لك إن قرار تعيينك من قبل خادم الحرمين الشريفين وزيرا للداخلية يجعلنا نشعر بالاطمئنان على أمن هذا البلد، فأنت خريج متميز من مدرسة رجل الأمن نايف بن عبد العزيز رحمه الله، فلك منا خالص الدعاء أن يمدك بالتوفيق والعون. واعلم يا سيدي أن رسالة صاحب السمو الملكي المرحوم نائب بن عبد العزيز التي يكررها دائما بأن كل مواطن رجل أمن ستظل هذه الرسالة محفورة في عقولنا وقلوبنا. ورسالة الرابعة والأخيرة للمواطن الكريم، فأقول أيها المواطن السعودي الذي أثبت على الدوام أنه نعم المواطن المخلص لدينه ومليكه ووطنه، فله الشكر والتقدير على مواقفه في الرخاء والشدة، وبالتالي منهجنا في القيادة هو منهج متكامل من قيادة هذا البلد العليا إلى مواطنيه، وهي مدرسة أنا أعتقد أنها نموذج عالمي يبني ذاته بذاته، ولديه أيضا لدينا أيضا تجربة طويلة في هذا الشأن نفخر بها ونعتز فيها. نعم. بماذا تختم أستاذ سلطان لو تكرمت، ونحن في اللحظات الأخيرة في ثواني؟ يعني أختم بالدعاء بالرحمة إن شاء الله لفقيدنا الأمير نايف بن عبد العزيز، وبالتمني بالتوفيق وطول العمر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو وزير الداخلية، أن يوفقهم على ما هم مقبلون عليه من مسؤوليات. ونؤكد أيضا أنه كمواطنين نحن معهم إن شاء الله دائما وأبدا على الخير، ونحن نقول أيضا إن وطنا ملتزم بثوابته وقيادة تختار من الرجال الفضلاء الشرفاء
من يحيطون بهم ليقودوا هذه الدولة إلى الأجمل والأفضل في منهجية إصلاحية رائعة. إن هذا الوطن سيبقى مضيئا وجميلا دائما. رحم الله نايف وأبقى الله عبد الله وسلمان وأحمد وكافة أفراد الأسرة المالكة وكل الشعب السعودي بخير وعافية دائما. أدام الله علينا السرور وأبعد عنا الأحزان. شكرا لكل الضيوف الذين شاركونا هذه الليلة دون ترتيب: الدكتور عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى، الأستاذ سلطان البازعي المستشار الإعلامي، الأستاذ ناصر الشهري عضو هيئة الصحفيين السعوديين مدير تحرير البلاد، الدكتور أنور عشقي الكاتب السياسي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، الدكتور فهد عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة والمستشار المالي بوزارة المالية سابقا، الأستاذ أحمد الحمدان، الدكتور صدقة يحيى فاضل عضو مجلس الشورى، والدكتور عبد الرحمن العرابي الأكاديمي والإعلامي السعودي، الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقا على مشاركتهم هذه الحلقة. أشكركم لأنكم تحملتم لقائي بكم طوال 3 أسابيع. أستودعكم الله وأترككم في رعاية زميل آخر من السبت القادم زميل إبراهيم الفرحان. شكرا لكل الزملاء الذين قدموا التقارير وقدموا المادة الجميلة وهذا الجهد الذي رأيتموه. شكرا لقائد هذا الفريق أمجد قفعيتي ولزميلي أحمد الحلو ولزياد العنزي وكل فريق العمل والكرو الذي معنا ومن هم خلف الكاميرات واحدا واحدا. أشكركم وفي أمان الله.